اتفضل يا دكتور حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات التعليمية الأونلاين، السلسلة اللي بدأناها. بنجيب أفضل أطباء وأفضل محاضرين. صوت قطع. كلها يعني بنسمعهم وبتفضل إنها تسمعهم. معانا النهارده حد انا على المستوى الشخصي بحبه جدا جدا جدا، واعرفه من زمان جدا من ايام ما كان طالب، الاستاذ الدكتور حمدي حسني، استاذ مساعد قسم علاج التحفظي كليه طب اسنان جامعه المنصوره. هقدمه بس حاصل، لا ما هو شبكني شبكني. دكتور حمدي حسني حاصل على دكتوراه من هونج كونج، ومن الناس الاكتف جدا جدا اللي بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ما بيبطلش ريسيرش وما بيبطلش حاجات كلها مشرفه على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي والخارجي. دكتور حمدي حسني هيدينا محاضره النهارده جميله، وهيبقى فيها حاجات هتنفع الناس سواء الطلبه او الخريجين استنى او بس. دكتور حاتم معانا. دكتور حاتم، لا فصل فصل. دكتور حاتم، طيب ماشي. المفروض دكتور حاتم معانا، بس هو عنده مشكلة في النت. ان شاء الله نبتدي مع الدكتور حمدي لغاية ما الدكتور حاتم يبقى دخل تاني. اتفضل يا باشا انا معاك اهو. اتفضل يا دكتور ازيك حاتم. حاتم؟ واضح ان في مشكلة في النت، هستسمح حضرتك تكمل يا دكتور حسام. الدكتور حمدي يتفضل، لان واضح ان النت مش حلو قوي. انا كنت عايز ارحب بالدكتور حمدي واشكره على قبول دعوتي الجميلة، ويا رب سامعين المحاضرة حضرتك يا دكتور تجد. حاتم، احنا سامعين حضرتك، احنا سامعين حضرتك حبيبي، كويس. ربنا ربنا يسعدك يا دكتور حمدي، يا رب طول عمرك فعال. يعني الدكتور حمدي حسني من الشخصيات المحترمة، وعنده علم محترم هيفيدنا بيه ان شاء الله، وان شاء الله المحاضرة هتعجبكم. وانا بشكره جدا على قبول دعوتي للقاء هذه المحاضرة، وتحياتي يا دكتور حمدي دايما بالتوفيق، عشان مش عايز اطول قوي. اتفضل يا دكتور حمدي وشكرا. ومعايا الدكتور محمد غازي كان عايز يمسي، بس بقى لو النت قطع. بس دكتور محمد غازي كان معايا، ممكن تسمحكم ثواني بس الدكتور بس عليكم. حد سامعني؟ اتفضل. اه سامعين حضرتك. الدكتور محمد غازي هيمسي. هشكر اللي شخصية جميلة، واخويا الدكتور محمد غازي معاكم. ربنا يخليك كلهم. انا سعيد ان انا بقدمك يا حمدي زي كل مره، وبفتخر بيك دايما في الكليه. هو حضرتك استاذنا يعني، ربنا معاك في الاول دلوقتي وكده، وسبت كل حاجه عشان احضر معاك شويه كده. ربنا يخليك. الدكتور حمدي من احسن موجودين عندنا في الكليه، واحنا في كليه طب اسنان كلها بتفتخر بيه، لان هو بيعمل طفره علميه مع الدكتور صلاح عندنا. الشباب ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. دكتور حسام اتفضل. دكتور حمدي اتفضل، اتفضل ابتدي. شكرا 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 دكتور محمد. وطبعا اسمحوا لي الاول قبل ما ابدا المحاضره ان طبعا اتوجه بالشكر ل يعني لزملائي، ويعني زملائي الاعزاء في نقابه اطباء الاسنان بالداخليه، وعلى راسهم معالي النقيب الدكتور حاتم الجندي، وطبعا زملائي الاعزاء دكتور حسام ودكتور محمد القله. واحنا لسه قبل ما يعني ما كنا بادئين الكلام كنا يعني بنتكلم على الاكتيفيتيز والحاجات الجميله اللي معموله في حضرتك. الحاجه الثانيه واللي يمكن يعني انا كنت سعيد جدا جدا وجود الدكتور محمد غازي في الاول، وطبعا هو استاذنا واستاذي وطبعا وكيل الكليه، وطبعا يعني انا مش يعني كلامي فيه هيبقى مجروح، انا بشكره جدا جدا على التقديم الجميل.
وبرضو انا عارف محاضره يوم الخميس الساعه 9 بالليل كلنا يعني اجازات كلنا، فاتمنى ان هي هتبقى فيري لايت وبرضو ما تبقاش زي ما تبقاش وان سايد جيم. يعني انا ما احبش ان المحاضره مجرد ان هي هتبقى من اتجاه واحد. حاليا معلش الدكتور محمد انا هقفل بس السكرين عشان تشوفوا حضراتكم البرزنتيشن. دكتور حسام ودكتور محمد، هل البرزنتيشن بتاعي واضح؟ ايوه دكتور واضحه جدا. ماشي. طبعا يعني احنا هنتكلم في موضوع النهارده، يعني انا مش عاوز اخليه مور ريسيرش، وطبعا حضراتكم يعني في كتير جدا جدا بيحضروا كلينيشن، فانا هحاول اكون ميكس، بس انا يعني ما اقدرش ابعد نفسي عن ان انا ادي اكاديميك برزنتيشن، وما ينفعش كومبليتلي ندي اخليه يعني اكاديميك خالص، هيبقى ممل جدا، وما ينفعش اخليه برضو في الاتجاه الثاني ان هو كومبليتلي كلينيكال، ما اقدرش اسيب الجزء الاكاديمي. فهي دايما الديبيت يعني في حياتنا كلنا، احنا كلينيكال اكاديميشن، فطبعا هيبقى لينا كلينيكال سيجنيفيكانس، هنتكلم على حاجات مهمة جدا. احنا عارفين ان الاوبرتيف دنتستري يعني كفر حوالي، انا مش عاوز برضو عشان ما حدش يزعل مني، في تخصصات تانية من 80 لحوالي 85% من شغل الديلي لايف، يهمه جدا جدا الاندر جراد ستودنت هو بيشتغل عندنا في الكلية، ويهمه الفريشلي جرادويت او اللي هو الانترنشيب، ويهمني برضو ان البوست جرادويت هيسمعوا البرزنتيشن ده، وانا اتمنى من الدكتور محمد ان هي تبقى ريكوردد وتبقى افيلبل، يعني حتى اللي ما عندوش تايم سلوت تبقى ريكوردد ام فاين، ما عنديش اي كوبي رايت، ما عنديش اي ريزرفيشن. برضو حضراتكم اتفقنا مع الدكتور محمد والدكتور حسام، اسالوا في اي وقت والسؤال هيجي لي وانا بعمل برزنتيشن، يمكن انا بس الدكتور محمد هيوقفني او الدكتور حسام، انا مش عاوز الموضوع يبقى جاست وان سايد جيم. تمام. يهمني برضو في زي كيو ار كود انا هسيبه برضو في الاول وفي الاخر، للي عاوز اي بيرسونال كوميونيكيشن معايا ده على طول هيليد تو ماي بيرسونال ويب سايت، وفي كل الكوميونيكيشن ميثود بما فيها ارقام تليفوناتي والواتساب وكل حاجه هتلاقيها موجوده عليه. تمام. هبدا ان شاء الله بامر ربنا، يعني تعريف بسيط عن نفسي. طبعا انا ريسبكت ان في ناس ممكن ما يعرفنيش، انا حمدي حسني استاذ مساعد في كليه طب الاسنان جامعه المنصوره، واشرف بيا اي حاجه في السي في الثانيه انا يعني طبعا is will become next، بس طبعا انا يهمني جدا جدا، انا بحب جدا جدا كليتي، بحب اعرف نفسي باسمي، اي حاجه تانية هتلاقوها عنده حضراتكم في السي في، فبرضه عشان ما نضيعش وقتنا. انا هتكلم النهارده اكتر على الكافيتي بريبريشن، والكافيتي بريبريشن ممكن حضراتكم تسمعوا حاجات جديده او ممكن نسمع حاجه قديمه وهي ستيل فايتال، فهنتكلم عليها. الكلمه الاساسيه اللي عندي وير اند وين يو نيد تو ستوب. تمام. احنا كل الكافيتي بريبريشن كلنا بنعمل كافيتي. تمام. واي حد هيمسك كونترا هيعمل كافيتي، وممكن ما يعملوش اصلا لو طبقنا البريفنتيف ميجرمنت من الاول، لكن احنا بنتكلم يعني النهارده اكتر مش على الكاريولوجي كونسبتس، وطبعا انا هاجي اتطرق ليها، هي مش محاضره كاريولوجي، انا خلاص وصلت الليجن مضطر استخدم فيه كافيتي. امتى بقى الكافيتيشن ده؟ اكيد ليه حاجات برينسيبلز تحكمه. كنا زمان وانا هتكلم عليها برضو جاستن تاتش، كنا هنتكلم على حاجات فيها الاوتلاين فورم والريزيستنت فورم والريتنشن فورم ستيل اكزيستنج، ما حدش يقول ان هي مش موجوده، لكن حصل فيها موديفيكيشن. دايما انا بحب ابدا اي برزنتيشن ليا بالجداريه الجميله دي للهيسي راع، وهيسي راع ده اللي كانوا بيسموه الشيف توسر، واحنا كلنا بنفتخر من 3000 سنه قبل التاريخ ان او 2000 وشويه برضو، يعني هي قربت من 3 عشان مش 3 اكزاكتلي. تمام. ده كان اول دكتور اسنان في التاريخ المكتوب. تمام. فده طبعا كان مصري، فدي حاجه كلنا وي فيل سو براود من ده. ولو بصينا حتى على التاريخ بتاعنا هنلاقي ادوات من ادوات طبيه وادوات في طب الاسنان موجوده على جدارياتنا، ودي كلنا فيري براود. وفي تاريخنا العربي لو هنشوف، وطبعا انا هعرض شويه حاجات بسيطه خالص، لان انا مش عاوز برضو محاضرتي، لان انا اتكلمت قبل كده في محاضره كانت فيها كتير جدا هيستوريكال، بس طبعا انا هايلايت حاجات كتيره جدا،
كل السورسز بتاعه الحاجات الهيستوريك دي ما هياش حاجه عربيه، ده بالعكس دي موجوده في كتب اجنبيه ويل دوكيومنتد ومتصوره وكل حاجه. طبعا علشان ما تبقاش المحاضره ممله لازم نعرف الكونتنت بتاعتنا. احنا طبعا علشان نعمل كافيتي بريبريشن يبقى انا عندي ديسيجن ميكينج، اي حاجه في الدنيا فيها ديسيجن ميكينج يبقى في فاكتورز بتاثر عليا اقول امتى هوقف الكافيتي ده وفين هوقف الكافيتي ده. اول حاجه هتتعمل اللي هو التراديشنال نوليدج بتاعتنا وكلنا اخذناها اكويب، سواء احنا لسه اندر جراد اوريدي في التيتشنج بناخدها او في المحاضرات بتاعتنا او في العملي او اوريدي احنا فريشلي جرادويت او احنا اوريدي جرادويت، احنا كلنا عندنا البيزك برينسيبلز دي هنتكلم عليها جاست ان تاتش بسيط خالص. وهنبدا نتكلم على ايه كمان المينيمال انفيسيف فلسفي، تمام؟ الفلسفز الجديده دي ما هو انا مش معقول ان انا اطبق الكلام اللي كان موجود في 1800 او 1900 النهارده، في حاجات منه ستيل انا بطبقها وفي حاجات حصل لها سم موفينج فورورد. الكلينيكال اكسبيرينس ومحدش لو سمحت يعني يغفل دورها لان دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ماي كلينيكال اكسبيرينس وده اللي بيبدأ يعني، وحتى دي يمكن أكتر تبان في زمايلنا اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة. أنا عندي بيبقى فيه كذا ليفل، مساعد أخصائي، أخصائي استشاري أول استشاري، هل دي يعني كانت جاية هاب هازر؟ لا دي مش جاية هاب هازر، حتى مش موجودة بس في مصر، في كل العالم كلمة consultant و consultant levels دي بتيجي من الكلينيكال اكسبيرينس، محدش لو سمحتم يغفلها، تمام؟ وفي كتير جدا جدا من النظريات العلمية بدأت بكلينيكال اكسبرت او بملاحظه موجوده كلينيكال، ومحدش ودايما انا بقولها لطلابي لو انا ما قدرتش اعمل لك الحاجه اللي انا بشرحها كلينيكال ما تسمعهاش مني، تمام؟ ودي حاجه يعني ما فيش يعني بنسميه كلينيكال اكاديميشن، غير ان هو شد انا مش هقول ان هو بيرفكت في مجاله، ما فيش حد بيرفكت، تمام؟ لكن اتليست يبقى انا اللي انا هقوله بقدر اعمله، تمام؟ وما بقاش ان انا جاست ان انا قاعد في ماي اون بابل، تمام؟ اون ماي اون بابل ان انا قاعد بقول نظريات مش ابليكابل، تمام؟ 100% تمام وما اقدرش اطبقها. فلو سمحتم دي انا هايلي ستريس، وطبعا انا بتكلم النهارده في نقابه اطباء الاسنان في الدقهليه، تمام؟ فانا بتكلم لمينلي زملائي كلينيشنز، تمام؟ فلو سمحتم الجزء ده انا ما بغفلوش ودايما بقدره جدا جدا. انا ممكن اسمع وده اللي هيخليني الانتر اكشن بتاع حضراتكم مش هيبقى وان سايد جيم ان انا ادي محاضره وخلاص. الاجزاء الثانيه طبعا الكاريولوجي كونسبتس، ودي حاجات كتيره جدا جدا بتحدد لي الليميتيشن، انا شغال على انهي برينسيبل، انا شغال على ايه، هل انا اكسبت البرينسيبل ده وانا بشتغل. ودي طبعا انا مش قلت لكم مش هخليها محاضره كاريولوجي، لكن انا لازم تاتش الموضوع ده لان دي وان من الليميتيشنز اللي بتحدد لي امتى تو ستوب، تمام؟ وير اند وين تو ستوب، ده مهم جدا جدا. هنتكلم على الادفانسد تكنولوجيز، ديفايسز جديده زي ما احنا اي حد في الدنيا، احنا من التخصصات اللي كل يوم التكنولوجي تو كونتريبيوت سمثينج. وطبعا زمايلنا في الديجيتال دنتستري، زمايلنا في الفيكس بروسبونتكس، زمايلنا في الامبلانت دنتستري، راديولوجي، كل يوم في طفره كبيره جدا جدا جدا. احنا لازم نواكب ده ولازم نواكبه كمان في التكنولوجيز اللي موجوده في هاو تو ستوب برضه، اوكي؟ في الاخر انا برضو يعني هوري حاجه بسيطه خالص لو عندنا وقت، زي نوع مش هقول لكم لايف ديمو، لكن هوري حاجه بسيطه زي ادفانس تكنولوجيز، والموضوع ما هوش خيال علمي، مش روكت ساينس، الموضوع فيري سمبل، ولو كلنا طبقناه ما فيهوش اي مشاكل. البيولوجيكال كونسيدريشنز دي حاجات كتيره جدا 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 بتديني ليميتيشن امتى تو ستوب، تمام؟ وبرضو انا مش هاجي اتكلم بيور هيستولوجي او فروم بيور ساينس نوليدج، تمام؟ انا هتكلم على حاجه كلينيكالي احنا كلنا بنشوفها، تمام؟ ايه البيولوجيكال كونسيدريشن؟ اهم حاجه ومش هقول لكم محدش يغفل دورها مهما كانت الماتيريال ادفانسد، تمام؟ الميكانيكال لودينج كونسيدريشن، احنا بنبني اسمها ريستوريشن، تمام؟ بنرمم حاجه، بنبني عماره، اي ريستوريشن في الدنيا لازم يخضع لميكانيكال برينسيبلز. ما ينفعش ان حضرتك او انا بشتغل ابقى انا عامل كل الكونسيدريشن بتاعي واغفل دور الميكانيكال برينسيبلز.
الميكانيكال برينسيبلز ممكن تنجح الحشوة بتاعتي وممكن تفشل الحشوة بتاعتي. تمام؟ هنيجي في الديبيت ومعلش وسامحوني الديبيت امالغم او امالغم فري. تمام؟ لو بتسألوا بيرسوني رأيي مفيش حاجة اسمها ان نجلكت نوع معين من الحشوات. تمام؟ كل حاجة انا مع اتجاه to phase down. اوكي؟ phase down from conservative point of view. تمام؟ فانا يعني لكن ان انا prohibit or forbidden لا، كل حاجة ليها indication و contraindication and limitation، وعندنا priorities، وعندنا حاجة اسمها ideal optimal treatment plan، وعندنا برضو حاجة يعني لازم ناخدها ان من احسن الحشوات اللي still موجودة دلوقتي is gold. تمام؟ بس الجولد ليه حاجات معينة بيقدر يعني نستخدمها فيها. في ناس يقولوا كلمة ethatic non-ethatics، انا ما بحبش الكلمة دي، انا عندي كلمة اسمها tooth colored non-tooth colored restoration or metallic restoration and non-metallic restoration adhesive restoration. انا دايما احب الكلاسيفيكيشن بالنسبة لي كراجل اكاديميشن and الراجل كلينيشن، انا احب الكلاسيفيكيشن يبقى بالطريقة ده، ما احبش to neglect something and to put something. تمام؟ with all respect to all other opinions. تمام؟ materials limitation بتحدد لي احيانا البرنسبلز او الماتيريالز اللي موجوده دي هي ذات نفسها ليها limitations معينه هي لازم تفرض عليا عشان وانا بحط في الكافيتي بريبريشن، ودي كتير جدا جدا في limitations دي انا مش هتطرق لها كتير، لكن انا هتكلم مينلي على الامالغم لي depth معين لازم يتعمل فيه preparation، cavity بستاندرز معينة، pulpal floor موجود بطريقة معينة، مش لازم يبقى 100% flat، يعني مش لازم أجيب الانفيرت تكون أخليه completely flat، لكن هو ليه principles معينة بقدر أطبقها، ليه برضو box shape with a slightly round line angles عشان ما يبقاش فيها sharp concentration. كل الحاجات دي انا should be respected وانا بعمل preparation. اوكي؟ هنتكلم عليها معلش في الجزء ده مع cavity preparation and material limitations. علشان ما اطولش مع حضراتكم هنبدا باول حاجه traditional knowledge. تمام؟ او knowledge اللي هي احنا ورثينها من ال undergrad time بتاعنا، ورثينها من الكتب اللي ستيل عندنا في مكاتبنا، ومحدش برضو زي ما نقول يعني يقول ايه الكتب خلاص قديمة، لا مفيش حاجة اسمها كده. وهنتكلم على حاجات كتيرة جدا. تمام؟ الكيفو سيرفيس مارج. تمام؟ والكيفو سيرفيس انجل. تمام؟ دي من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها سواء بشتغل كومبوزيت. تمام؟ بشتغل امالغم. في رول ما تغيرتش في اي حاجة، no pebble in stress bearing area. تمام؟ with respect لكل الحاجات اللي بيقولوا قال ليلي preparation وهنتكلم عليها، ان انا اعمل pebbling في class 1 او كلام زي كده، لو سمحت انا عندي mechanical principles لازم تحترم. تمام؟ whatever في حاجات معينة انا ممكن apply الكلام ده، بس معظمها في ال indirect restorations و indirect metallic restoration زي cast gold والحاجات زي كده، انا ممكن اقول انا بعمل الكيفو سيرفيس مارجن بزوايا تانية، لكن معظم الحاجات انا بستيل بستخدم في الستريس بيرنج اريا از ابات جوينت. تمام؟ وكلمه بات جوينت لو سمحت ما فيش حاجه اسمها 90 درجه، احنا ما عندناش منقله واحنا بنعمل بريبريشن، انا ما عنديش منقله، بات جوينت من 80 ل 110 درجه. تمام؟ فالرينج ده او الوايد رينج ده از ابات جوينت في ستريس بيرنج اريا، بتمنعني ان الريستوريشن يحصل له ما يحصلوش كسر، او الانامل ما يبقاش اندرمايند يتكسر. فدي من الحاجات اللي ستيل ما فيش عليها خلاف او ديبيت، ستريس فيرنج اريا دايركت ريستوريشن ايكويفالنت از نو بيفلنج وات ايفر، حتى لو انا بستخدم الادهيسيف ريستوريشنز او البوندد ريستوريشنز. تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي لازم اخد بالي منها. من ضمن الحاجات الثانيه احنا still keeping the principles of outline form، وهنتكلم still modified شوية قدام شوية، لكن هنا still respect the outline form. بنعمله modification شوية follow the cares اللي موجود، بس still ان انا احترم the principles. في حاجات كتيرة جدا هنعمل لها ممكن نقول development enhancement
موديفيكيشن شويه بس ستيل برضو انا كيب ان انا عندي راوند اند سموث لاين اند بوينت انجلز، اقلل الستريس كونسنتريشن على قد ما اقدر. في حاجات ستيل اكزيستنج اي انسبورتد انامل، وده اللي بيخلينا نعمل لو حضراتكم فاكرين بيبلينج في الجينجفال مارجن، استخدمت جينجفال مارجن تريمر، استخدمت اي حاجه، بس ان انا لازم اي انسبورتد انامل رودز هتبقى مش موجوده. فديا ستيل النوليدج بتاعتي ما اقدرش اشيلها، لازم اتطبق. عندنا حاجه اسمها اوتلاين فورم، ريزيستنت فورم، ريتينشن فورم. ريتينشن اتغير شويه، ريزيستنت فورم لسه ستيل في حاجات اكزيستنج لازم اخد بالي منها، ان كل ماتيريال ريسبكت الثيكنس اللي بريبيرد بيه، الحاجات زي كده دي اسمها نوليدج، تمام؟ او النوليدج الاساسيه ما اقدرش اعمل لها نيجليكشن، تمام؟ ودي من الحاجات لو سمحتم ما نقدرش نغير فيها حاجات كتيره. موديفايد هنتكلم على الموديفيكيشن اللي حصل فيه. دكتور محمد، دكتور حسام، هل في اي اسئله؟ هل في اي حاجه؟ انا دايما بحط بريكس كده ما بين السلايدز بتاعتي، فلو في اي حاجه، في اي حاجه اكزيستنج انا دلوقتي الناس بترحب بحضرتك بس لسه ما حدش بدا يسال. انا بشكرهم وبرحب بيهم كمان. فدكتور محمد احنا ممكن الفواصل دي لو في اي حاجه في الكوميونيكيشن او في الصوت حضرتك. طيب موف فورورد، تمام. هنبدا برقم 2 كلينيكال اكسبيرينس، وده اللي انا بتكلم عليه. حد معايا يقدر يارجيو ان انا لو شفت البينك شادو اوف ذا بالب اقدر نيجلكت ده طبعا الكلينيكال اكسبيرينس ما اقدرش اعمل لها نيجلكشن، تمام؟ طيب هل اللي انا متخرج او معلش الطالب اللي سنه رابعه او في سنه خمسه هيقدر تو ديتكت الفرق ما بين البينك شادو او ان انا عندي ستيند دنتن موجود تحت او يعرف الفرق ما بينهم؟ بيبقى صعب في الاول، عشان كده في الكليه بيشتغل اندر سوبرفيجن، تمام؟ يبقى عنده معيد ومدرس مساعد واستاذ بيبقى معاه، لكن كل ما بيبدا الاكسبيرينس بتاعته بيبدا يبص على الاكس راي، يعمل استيميشن في الاول، وبرده يبدا هو خبرته ان البالب هنا في الحاله دي في السن ده، تمام، بيبقى شكله ايه. كل ده بيقدر يحط النوليدج دي او المكعبات بتاعت البازل مع بعضها ويبدا يديني ان انا قربت من البالب دي، قدامي بينك شادو اوف ذا بالب. بينك شادو اوف ذا بالب معناه بالنسبه لي ان في اراوند نص مليمتر ما بيني وما بين البالب. طب نص مليمتر، عندي مشكلتين رئيسيين ولازم حضرتك تبقى اوير بيهم جدا. عندي بايولوجيكال بروبلمز، ان انا خلاص يعني الريميننج دنتين تكنس واللبوبان بتاعتي دنتينال تيبيولز مفتوحه، وممكن يبقى انا عندي مايكروسكوبيك اكسبوجر، تمام؟ فلازم دي في دماغي على طول بتسمع بايولوجيكال بوينت. النقطه الثانيه ان انا عندي الثين سكشن اللي موجود او اللي احنا بنسميه البريدج او الريميننج دنتين تكنس قليل جدا، ده ينزل عليه لود مهما كان انت بتحط، ده ينزل عليه لود. لو انت مش بروتكت الثين ده هيبدا يحصل له كراشنج ويبدا يحصل لك مشاكل كبيره جدا. فاحنا لازم، ما اقدرش اقول زي ما احنا اتفقنا نيجلكت يور كلينيكال اكسبيرينس، وكلينيكال اكسبيرينس تيجي مع الشغل، تمام؟ مفيش حاجه بتيجي كده ان انا اشتغلت مره واثنين بقيت اكسبرت. كل ما بتشتغل، كل ما بتغلط، كل ما بتتعلم، تمام؟ واحنا يعني دايما انا بقولها للطلبه بتوعي في الكليه، انا عندي 3 ليفلز، تمام؟ ولازم حضرتك تبقى عارفهم. ليفل النولج اللي هو حضرتك وانت قاعد معايا في المحاضره دي، او في محاضرتي في الكليه، او من زميل في مؤتمر، او زميل في كورس اي هاف ا كونسرفيشن على الحاجات دي، بس يعني خلينا دي مش الموضوع بتاعنا، تمام؟ كل اللي حضرتك بتاخده ده اسمه نولج، تمام؟ طيب حضرتك بدات تطبق النولج ده مره او اتنين بقى اسمه تريننج، حضرتك اندر تريننج، تمام؟ حضرتك بدات تطبقه وبدات تغلط وبتاخد الفيدباك بتاعك، وكل مره بتعلم من غلطتي بقى اسمه اكسبيرينس. فديفلوب يور اكسبيرينس اكوردنج تو ذس. فده اول جزء. ودكتور محمد، هل البوينتر بتاعي واضح ولا لا؟ الماوس بوينتر ايوه السهم واضح يا دكتور. تمام. يجي الجزء الثاني اللي احنا كلنا بنبقى ديبيت، هل اللي قدامي كيرز افكتد كيرز انفكتد؟ انا عندي حاجه اسمها فيجوال اند تاكتايل سنسيشن،
ماشي انا مش هقدر اقول لكم ان هي تبقى 100% بيرفكت، بس at least respect your expertise انك بعد شويه بتعرف الفرق ما بينهم، بتحط البروب وتبدا تعرف لما يحصل فراجمنتس معاك فيها ايه. كنا زمان وانا قلت لكم انا واحد من كنت بتبسط جدا لما بحط الاكسكافيتور واروح شايل كل اللي موجود قدامي في الكافيتي، كل البني والكافيتي بقى ابيض تمام. هل البرنسبل ده اكزيستنج اور نوت اكزيستنج هنتكلم عليه فيما بعد في السلايدز، لكن النقطه دي لازم مهمه. انت ليك فيجوال، ليك تاكتايل سنسيشن، ريسبكت الاثنين. دكتور الاسنان ما بيشوفش بعينه، انا بقول ان هو بيشوف بهز هاند تمام. حكايه التاكتايل ده اللي بيفرق معاك، وحضراتكم عارفين لما بتمشي بالبروب بالتاب بتاع البروب على الانامل بتحس صوت الانامل مع انك ما انت سامعه، او الهاردنس بتاع الانامل، او ما بتخش في الدنتن بتحس بالدنتن. اما بتمسك الاكسكافيتور تشيل بيه سوفت كيرز غير لما بتيجي توصل لمرحله معينه، دي نوع من الاكسبيرينس. فالاكسبيرينس دي بتقدر تعمل لك ديسيجن ميكنج في جزء من الثانيه بخبرتك. فلو سمحت don't neglect this and proceed forward. زي ما احنا شايفين هو ده، هل انا كل حاجه بني في الكافيتي بقت كيرز؟ امتى المناطق اللي انا بشوفها؟ هل انا الكافيتي بتاعي لو حضراتكم شايفين بينتهي فين؟ الجينجفال فلور بتاعي اباف السيمنتو انامل جانكشن، لود سيمنتو انامل جانكشن، ده كلها ليميتيشنز بتقدر تحدد لي حاجات معينه في الريستوراتيف ماتيريال اللي انا هحطها. لو انا عندي انامل يبقى انا اقدر اعمل ويل سيل مع الانامل، يبقى انا هحط كومبوزيت. لو انا تحت شويه يبقى هيغير الديسيجن بتاعي ان انا لازم اعمل ديب مارجنال اليفيشن لليميت معين بلو الكونتاكت اريا، وممكن ارفعه بريزم موديفايد بلس انومال. ده بيحدد لي نوع الماتريس سيستم، ده بيحدد لي البوندنج سيستم اللي انا اقدر استخدمه. كل الحاجات دي اذا ليميتيشن جايه كلها بيزد اون ماي كلينيكال اكسبيرينس تمام. فدي من ضمن الليميتيشن اللي بتقدر تقول لي وين اند وير تو ستوب تمام. هنكمل مينيمال انفيسيف برينسيبل تمام. والمينيمال انفيسيف سامحوني انا هقعد فيها شويه لان غيرت عندي كونسبتس كتيره وانا مش هشرحها ان ديتيلز. انا ليا يعني لو حضراتكم في حاجه بتتكلم كلها عن مينيمال انفيسيف والبرينسيبلز، بس انا هختار الحاجه اللي تفيدنا النهارده واحنا بنتكلم عليها. دايما انا بحط السلايد دي، اقروا الكلام ده، ده من ابو القاسم الزهراوي من التكست بوك، تكست بوك اجنبي تمام. قال هو طبعا الاسم الدارج او اللاتيني بتاعه الباسكس، advise that one should be very slow in deciding to remove the tooth as this is a very noble organ that they want of which cannot anyway be perfectly supplied تمام. فده يعني من سنة 1936 ل 1013 قبل أي حاجة، ده بيتكلم عن minimal invasive، ما تاخدش قرار متسرع extract the teeth. فده من ضمن الحاجات اللي انا بسميها دي من بدايات المينيمال انفيسيف. لازم نتفق يا دكتور. اتفضل يا دكتور. في سؤالين او ثلاث اسئله. اتفضل يا دكتور محمد. اول سؤال بيقول، اتفضل يا دكتور محمد، اتفضل حضرتك. اول سؤال بيقول عايزين راي حضرتك عن الكيرز ديتكتور داي. طب ممكن هاجل اجابتي على السؤال ده لان انا هعمله لايف ديمو وهتكلم عليه تمام. فعشان برضو ما يبقاش فيها كلام، لكن انا هتكلم عليها ان ديتيلز. ومعلش طيب. محمد فكرني في ساعه ده واسالني نفس السؤال هعيده. هو السؤال ده ما متسال مرتين، فان شاء الله نعيده تاني في الاخر باذن الله. حاضر تمام. في سؤال تاني بيقول كلاس 1 سمبل كيرز، when I make cavity preparation I found a lot of spots of hard caries. I asked patient to make x-ray and I found that caries is away from bulb. Can I neglect those spots؟ جميل جدا السؤال ده، جميل وده هيرجعني لنفس البرنسبلز تمام. انا قاعد يعني ايه اهرب منها عشان ما اطولش في حاجه اكاديميك شويه. بصوا القاعده عامه تمام. هارد كيرز يعني هارد كيرز يعني هو ستيند دنتن تمام. ستيند دنتن يعني زيه لو حضرتك في التاتشنج زيه زي النورمال دنتن اوكي. يبقى ممكن حضرتك تو ليف ات تمام. وهنتكلم الفرق ما بين الكيرز افكتد والكيرز انفكتد والالوان والكلام زي كده. لكن انا بقى يا دكتور محمد هتكلم على الحاجه الاهم، لو هي فعلا سبوت كريجن. يعني انا عندي بعد ما
عملت تقريبا الانيشال كافيتي بريبريشن بتاعي عندي كذا سبوت موجودين. امتى اخد الديسيجن ان انا انزل الكافيتي عموما، ان هو اشيل كل السبوتس ده واللي ما والاجزاء البينيه هشيلهم، وامتى اخد ديسيجن ان انا ممكن اسيب دول واعمل جاست سبوت ليجنز، وابدا احيانا كمان عشان اتشيف الميكانيكال برينسيبلز بتاعتي او الفلات بالبر فلور ممكن استخدم سام سورت اوف بيز ماتيريال، ممكن جلاس اينومر ممكن غيره، تمام. وفي ديسيجن كمان ان انا هسيبه زي ما هو، تمام. هل هم مش كتير؟ دي حاجه مهمه. يهمني بقى الايلاندز من الدنتن اللي موجوده ما بينهم، ودي يعني الاهم في الديسيجن بتاعتي. في ترابيزه او احنا عارفين الهندسه الفراغيه، عشان اعمل ارتكاز على 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 مستوى معين لازم يبقى عندي at least 3 point flat و 3 point في different level. لو انا achieved النقطة دي ان 3 point flat والspot carries ما هماش deep ووايد وان انا مش عامل فيها stress concentration انا هسيبها، بس لازم اتأكد ان الشرط بتاعي اهو. طب عندي كذا واحدة بس فيهم حاجات ديب، يبقى انت ممكن ترفعها عشان تحقق الفلات بالبر فلور. انا بتكلم لو انا بتكلم على امالجم، تمام. طب لو انا مش بتكلم على امالجم استل ان الكومبوزيت محتاج نيرلي فلات بالبر فلور، مش محتاج برضو ان انا اخليه زيه زي الامالجم ان انا بسكروز هيد او سوري انفرتد كول، لكن انا محتاج برضو ان يبقى فيه سلايد ستريس ريلاكسيشن، كل الزوايا الشارب انجلز دي تبقى كلها راوند اند سموث. ممكن استخدم، ودي حاجه احنا كلنا مش عارف ما بنحبش نستخدمها بس من الحاجات الجميله جدا، جينجيفال مارجن تريمر، وان اوف ذا موست بايولوجيكال هاند كاتنج انسترومنتس، كلنا بنغفلها لانها بتحافظ جدا جدا على اللي موجود. بقدر اعمل بقى راونديشن للاجز والبال لاين انجلز، علشان هنتكلم على حاجه قدام شويه اسمها الازمس فراكشر، تمام. كلها بتيجي من هنا. انا اول ما ببص على طول ازمس فراكشر انا بقول لكم يعني ما تحاولش انك تقعد تصلح في الكافيتي ده تاني، تمام. في مشكله وهنعرف المشكلتين. دكتور محمد، هل انا قدرت، معلش الدكتور اللي سال، هل انا جاوبت على سؤاله او الموضوع كلير بالنسبه له؟ بالنسبه لي انا كلير. هو الدكتوره هترد بقى في الكومنتس تقول اذا كانت الدنيا كده ولا في سؤال تاني. فحضرتك اتفضل لو في اي حاجه هقول لحضرتك. طيب في حاجه تانية نكمل نموف فورورد؟ حضرتك اتفضل كمل. طيب انا عندي 4 R وانا مش هتخش فيهم كتير، للبرنسبلز بتاعه المينيمال انفيسيف دنتسري. وعلى فكره مينيمال انفيسيف دنتسري مش في الاوبراتيف بس، تمام. مينيمال انفيسيف ممكن زمايلنا في الجراحه يعرفوها، مينيمال انفيسيف في الامبلانت، مينيمال انفيسيف في كل حاجه، في البروسودونتكس كل حد بقى فيه مينيمال انفيسيف. لكن انا بتكلم على جنرال رولز، في عندي 4 R مهمين جدا وبيسموهم الكور برينسيبلز بتاعه المينيمال انفيسيف دنتسري. ريكوجنيشن، وكلمه ريكوجنيشن بتساوي كده لو انا عملتها اسمها ايدنتيفيكيشن. ريدكشن بتساوي كده حاجه بيسموها بريفنشن، تمام. ريجينريشن وريجينريشن انا مش هتطرق ليها النهارده لانه مش موضوعنا خالص، لان لو قعدت اتكلم فيه ده عاوز ساعتين. منها حاجات كتيره جدا، فيها الريمينراليزيشن، فيها حاجات كتيره جدا. انا بعمل ريجينريشن طبعا في الاندودونتكس بقت الريجينريشن حاجه ثانيه، لكن انا بتكلم على اوبراتيف دنتسري انا مش هتطرق ليها خالص النهارده لان دي هتدخلنا في دايلما ثانيه. ريبير مش معناها كلمه ريبير الفيلير ريستوريشن، ريبير الاكزيستنج كونديشن اللي قدام حضرتك، ازاي تقدر تعمل له ريبير ان في حاجه كومبليتلي ديستراكتد وانت بتتدخل انك تعمل لها ريبير. كلمه ايدنتيفيكيشن مهمه جدا جدا، انا بعرف تو ايدنتيفاي اللي قدامي، والايدنتيفيكيشن ده انا هتطرق بيه تاتش بسيط خالص بالنسبه للكيرس كلاسيفيكيشن، حاجات زي كده دي بيسموها ريكوجنيشن، ايدنتيفاي، تمام. اعرف ايه اللي قدامي عشان اكوردنج لو عرفت هبدا اعمل التريتمنت بتاعي بطريقه صح. ريدكشن اللي هو دلوقتي كل البرنسبلز الجديده في البريفنشن، وسامحوني لو اللي بيحضر محاضرات الكارديولوجي انا ما اقدرش نكلكت الجزء ده في الديسيجن ميكنج. ريجينريشنز انا مش هنتكلم على الارستنج، ريبير يبقى انا خلاص دخلت سيرجيكال او سيرجيكال موديل بتاعي هبدا اتكلم عليه. مش هتكلم على كلام نظري كتير، لكن هتكلم على الكلينيكال امبلمنتيشن او الكلينيكال ابلكيشن. ايدنتيفاي او ريكوجنيشن، تمام. يبقى انا لازم اتاكد ان انا بشتغل على سيستم
كومباتبل مع الماتيريال اللي انا بشتغل عليها، كومباتبل مع البرنسبلز بتاعتي. كلاسيفيكيشن بتاع بلاك القديم تمام، او اللي احنا كلنا تربينا عليه ده كان معمول كتير جدا جدا لجولد او امالج تمام، كتير جدا جدا ممكن نسيبه ستيل موجود في حاجات معينه، لكن حصل له كومبليت ديفلوبمنت. زي ما بدي دايما اكزامبل في كل محاضراتي، لو حضراتكم حبيتوا تعملوا كلاسيفيكيشن للاثنين كافيتيز اللي قدامي دول، دول كلاس 1 تمام، هل التريتمنت موداليتي بتاعتك كسيرجيكال او هتخش ريبير هيبقى ده زي ده؟ لا اكيد مختلف تماما تمام. كتير جدا بيدوني برضو الكلام از سيمبل اند ديب تمام، الكلام ده سبجكتيف كتير جدا جدا، في ناس بالنسبه لهم السيمبل السيمبل، الديب ديب. وهقول لحضراتك كمان لو حضرتك شايفه ديب، ممكن حصل هنا عندي البالب تشيمبر حصل لها ريزيشن وستيل انت عندك هنا ريميننج دنتين تيكنس، وممكن يبقى حاجه انت شايفها مودريت وفي عيان الايج بتاعه او الايج رينج، وده الكلام اللي انا هفوكس عليه في البيولوجيكال كونسيدريشن، الايج رينج بتاعه صغير في السن ويل ديفلوب بالب هول. على فكره ممكن ده يبقى اخطر من التاني انك تعمل له بالب اكسبوجر او الريسك اوف بالب اكسبوجر عالي جدا. فانت لازم تبقى انت معلش كل البيولوجيكال كونسيدريشن ملم بيها، علشان ده هتحدد الديسيجن ميكنج. الكيرز اللي عندك البروجريس ريت بتاعه عامل ازاي؟ هل هو سريع؟ هل اللي قدامك ده سكلوراتيك دنتن؟ هل اللي قدامك ده يعني سوفت كيرز ممكن لو شلته هتعمل اكسبوجر؟ كل الحاجات دي كبرنسبلز معلش لازم تبقى قدامي وانا باخد ديسيجن. عشان كده الايدنتيفيكيشن بدا يظهر الاي سي دي اس سيستم، ان انا اعمل كلينيكال رانكينج على الاكستنشن اوف ذا ليجن. كده انا بعتبر ان انا قدامي سكورنج معينه، انا يعني زمايلنا اكتر في الابيديميولوجي او الدي ام اف تي اللي بيشتغلوا على الابيديميولوجيك بارت هيبقوا مهتمين قوي بالفيرست ديجيت، لكن انا يهمني في السكند ديجيت. انت عارف ان هو الوايت سبوت موجوده، هل الوايت سبوت موجوده ولا لا؟ مش موجوده يبقى انا خلاص السنه دي ساعه. طيب موجوده بعد ما تعمل برولونج دراينج، لان هنا تغير الديمينرالايزنج او الريفراكتيف اكس اندكس اوف انامل، ده وايت سبوت يبقى دي 1 2 هيبدا يدخل الاوباسيتي موجوده بعد ما اعمل برولونج درايف. كل ده الانامل بتاعي انتكت، يبقى انت هنا ممكن تابلاي كل البريفنتيف ميجرمنت. دخلت في 3 حصل بريك داون تمام، حصل بريك داون في الانامل ممكن يتعدل بحاجه بيسموها انامولوبلاستي، وكلنا بنعمل وايدنينج اوف ذا فيشر، ممكن استخدم بيتس اند فيشر سيلنت في الحاله دي. ممكن تعمل حاجه بنسميها بريفنتيف ريزن ريستوريشن، لو انا ما عنديش بعد اتشيف الكلام ده الانامل خلاص قرب يروح، بعمل حاجه زي فيري سمبل. طب انا دخلت خلاص للدنتن، لا الدنتن خلاص انت بتتعامل مع خلاص دنتن، انت بتعمل محتاج كافيتي في برنسبلز معينه بتطبق فيها كل الحاجات دي بريستوراتيف ماتيريال، هنتكلم على الحاجات دي فيما بعد. طيب انا دخلت قربت من البالب اكستنسيف تمام، لا هنا في البالب لازم تاخد بالك انك البالب لو انت ما طبقتش البيولوجيكال برينسبل والريميننج دنتين ثيكنس، دخلت يا اما في ميكانيكال او بيولوجيكال هازرز. فكل الحاجات دي لازم تبقى اوير بيها تمام. دكتور محمد وي موف فورورد ولا نستند؟ تمام يا دكتور جون. طيب هنيجي لحاجه ثانيه اسمها ريدكشن اند بريفنشن. لازم حضرتك زي ما انتم شايفين القدماء المصريين كان عندهم هيلثي دايت، هنا لو انتوا شايفين في حاجه بيتمضمضوا بيها في الشاينيز تراديشن عندهم التايلت بتاع البنات فيها حاجات بتنظف بيها الاسنان، في الجابانيز في الثقافه العربيه والاسلاميه بتاعتنا المسواك، كل ده از سام سورت اوف بريفنشن تمام. فالبريفنشن من ضمن الحاجات اللي لازم اخد بالي منها ان انا بقدر اعمل ده ايام بلاك لو انا شايف عندي نيوتريشن اند دايت تمام، عندي دلوقتي الحاجات المهمه الفرايد ابلكيشن اوكي، في النيو كونسبتس الكيرز مانجمنت. انت عارف العيان ده لو عندي جاي لي عيان ساي مثلا بريمبنت كيرز وانا مش قادر، وعلى طول اول ما شفت ما عنديش ليميتيشن للكافيتي كافيتي اند ريستور، وهو عنده كومبليت كيرز موجود في كل بقه بريمبنت كيرز، عقبال لما بخلص الاولاني هلاقي ريكرنت، يعني ما اخلص الاخراني هلاقي ريكرنت في الاول اللي انا عملته، لان انا ما قدرتش اعمل البريفنشن كويس، ما طبقتش كل الكيرز ريسك اسسمنت. الموضوع فيري سمبل، انت بتقدر تعرف. وعشان كده لو احنا
برضو from clinical point of view or clinical significance. ودي مهمة جدا. احنا بنحدد الregular follow up او اللي بيسموه الفولو اب بتاعي من شهرين او ثلاثة او ست شهور. ليه انا بحدد العيان ده؟ لو العيان بتاعي normal patient ما عندوش او بيسموه low risk patient، ده بيجي لي كل ست شهور. لو العيان moderate risk ممكن يجي لي كل ثلاث شهور. لو العيان high risk انا بشوفه كل شهرين علشان to enforce الكلام بتاع prevention. انا برضو ما هواش ده الموضوع بتاعي او التارجت بتاعي، علشان كده احنا عندنا كتير جدا بيبقى موديكال موديل للتريتمنت ما بتستخدمش اي حاجه، وعندي السيرجيكال موديل. لكن احنا النهارده الحديث بتاعنا مينلي على السيرجيكال موديل. عندنا في بروجرامز جاهزه كاريوجرام، لو دخلنا شفنا الويب سايت بتاعه انت تقدر تطبقها، تفتحه بس على اللابتوب بتاعك، تنزل السوفت وير بتاعك في موبايل اب، اعمله لكل بيشنت، انا هعرف الكيرز ريسك اسسمنت بتاعه عامل ازاي. انا زي ما احنا اتفقنا ما بتكلمش كتير جدا النهارده على الكاريولوجي، بس احنا بنتاتش ليها لان دي واحده من الليميتيشنز اللي بتخليني اقول الديسيجن بتاعي. طيب يا دكتور، بعد اذن حضرتك، في سؤال عن ماونت كلاسيفيكيشن اوف كيرز ليجن. تمام، جميل جدا. والله انا عملت له سكيب يا محمد، دكتور محمد، بس هم رجعوني ليه. ماونت هيوم كلاسيفيك، انا مش راضي، انا عشان ما حدش يجرني للكاريولوجي. تمام، بس انا هتكلم عليه. تمام، قبل ما كان الاي سي دي اس يظهر في كلينيشنز، ودي برضو تطرقت رجعني تاني للجزء بتاع الكلينيشنز. تمام، الكلينيشنز في استراليا اثنين كلينيشنز كانوا قاعدين يعني بيحطوا تصور على كلاس 1 اللي هو هاو ديب الديب هاوز هاو شالو شالو، فبدا يظهر يقولوا طب ليه ما ناخدش الليجن بتاعي في كذا ليفل؟ هل هو لسه انسيبيانت ليجن؟ هل هو لسه في مرحله اللي هو اللي بيقولوا كان بي تريتد باي ريمينراليزيشن؟ فبدا يحطهم حاجتين، سايتس زيها زي بلاك كلاسيفيكيشن، زي مثلا ايه في الجزء بتاع الاوكلوزال، هل هو موجود في البروكسيمال اريا؟ هل هو موجود في الروت؟ فاحنا ده سايتس زيه زي بلاك، لكن هنا ضاف عليه هل الاكستنشن بتاعه وصل لفين. بس هنا مشكله ماونت اند هيوم لما حطوا الكلاسيفيكيشن بتاعه ان ما كانش فيه كلير باوندرز بتوين ذم، يعني كان يجي يقول مثلا الانسيبيانت ليجن كان بي تريتد باي ريمينراليزيشن. ما ينفعش وانا بعمل كلاسيفيكيشن تمام ابقى انا عامل التريتمنت بلان بتاعي مسبقا، ما ينفعش. ده كان مشكله ماونت اند هيوم، ودي ما تزعلوش مني لان اللي مش حاطه كانوا اكاديميشن، هو الراجل اعتمد مينلي على الكلينيكال اوبزرفيشن. الاي سي دي اس، وانتوا رجعتوني بقى، انا قاعد من ساعتها اعمل لها باي باس، بس هتكلم عليها. لو حضراتكم بصيتم لاخر خانتين موجودين هنا، دي هيستولوجيكال فايندينج. تمام، دي ميزه الاي سي دي اس عن ماونت اند هيوم. الهيستولوجيكال فايندينج او الاثنين ديجيت اللي في الاخر دول ما هماش هما الاساسيين معايا في الكلاسيفيكيشن. الفكره ان انا ككلينيكال ريسيرشر اسنان كانت هتتخلع فور اورثودونتك ريزون او كان ويزدم تيس هيتخلع، بداوا يسجلوا كل الكلينيكال كرايتيريا ويصوروها كويس جدا 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 وهي في بق العيان، وبعد ما اتخلعت راحوا مقسمينها ومقطعينها سيكشنز، وبدا يربط الكلينيكال فايندينج اللي شايفها في بق العيان بالهيستولوجيكال فايندينج. فهنا بدا يديله كلير باوندرز امتى ما يبقى بيسموه الانسيبيانت ليجن، امتى اما بيبقى او سوري الايرلي ديتكشن، يبقى انا هنا عندي ديمينراليزيشن ويزن ذا انامل، بدا يحصل اكستنشن عند الاميلو دنتال جانكشن، بدا يعدي اكتر بقى في الدنتن. فهنا بدا يديله الاوبزرفيشن او الكات اوف بوينتس او الباوندرز بتوين الايه الديفرنت ليفل. تمام، كنت عاوز اسكيب النقطه دي، بس انا بشكر اللي سالني السؤال ده لان انا فعلا انا كنت عاوز اعملها، بس انا مش عاوز اخليها تبقى محاضره كاريولوجي خالص. تمام دكتور محمد، اما حضرتك في سؤال تاني بيتكلم عن الكراك، هاو كان اي مانج كراك سبيشلي اف اكسايتد ات ذا مارجنال كافيتي. جميل جدا، جميل جدا السؤال، طبعا سؤال مهم جدا، والسؤال ده كان هو انت عارف بيبقى ديبيتابل جدا. اولا احنا عاوزين نعمل اكسكلود حاجه كلينيكال ان هي مش كراك توث سندروم. تمام، كراك توث سندروم يعني الكراك ده اكستنشن ومع الضغط بيتفتح
تمام، واحيانا ممكن بيقرب من البلب او بيوصل له تمام. واحنا عارفين ان الدياجنوستيك ميجرمنت بتاعه البايتنج لما العيان بيعدي على بايت بلوك ما بيقدرش يستحمل، والتريتمنت بتاعه عشان برضه تو دياجنوز كلينيكالي عارفين الاورثودونتيك باند لو انا حطيتها في الحاله دي العيان بيحصل له ايميديت ريليف تمام. يعني لو انا استبعد الكلينيكال او اللي هو الكرانك توث سيندروم وعاوز اتاكد ان هي موجوده ولا مش موجوده، حط بس يعني ممكن نعمل سلو سيبريشن. وطبعا يعني اكيد من اللي بيسمعني زمايل متخصصين جدا في الاورثو، وحتى اللي مش متخصص اقول لكم انا في الاول كنت هايبه جدا جدا لحد ما لقيت الطلبه بتوعي هناك في جامعه هونج كونج كانوا بيعملوه تمام. انا بجيب الاستيك باند من اللي هي بتاعه الاورثو بشدها، طبعا انا كنت في الاول يعني مش يعني كنا دايما بيبقى ريفير لزمايلنا، بشدها بدنتال فلوس عشان طبعا صعب جدا ان هي تتشد او بتتشد بحاجه، بس اسهل حاجه ان انا بحطها ما بين تو دنتال فلوس وببدا اعديها من الكونتاكت وبسيبها شويه بتبدا تعمل لي سام سورت اوف سلو سيبريشن. بعد 3 او 4 ايام بقدر احط الباند مستريح جدا وبحطها، العيان بتاعي فعلا بيحصل له كومبليت ريليف. فده نقطه الكراك توث سيندروم. لكن الجزء اللي اظن الدكتور بيساله، هل هو كراك في الانامل وانا بعمله في الكافيتي تمام؟ اتفقنا ان البرنسبلز واحده تمام. كراك في ستريس بيرنج اريا، في مارجن، في اي حاجه من دي اس ويل بي لايبل تو فراكشر تمام. لو هي في ستريس بيرنج اريا ما عادش عندنا يعني بنقول ايه، ما عادش عندنا الرفاهيه ان انا اسيبها تمام. لو هي في نون ستريس بيرنج اريا دي اللي ممكن نتكلم عليها، لان انا عندي حاجات بتعمل ريمينرالايزيشن وهنتكلم عليها كتيره جدا. عندي ممكن احط ابلكيشن لماتيريالز دلوقتي زي الايكون، لو انا بستخدم ريزن انفلتريشن مش بستخدم ريزن انفلتريشن بحط سي بي بي اس بي، بحط حاجات كتيره جدا دلوقتي بقت افيلبل ان هي تقدر تعمل لي ريمينرالايزيشن. ف الكلام هيختلف ان الكراك ده موجود فين تمام. فدكتور محمد، هل سؤال، هل الاجابه وصلت للي بيسال ولا محتاجه؟ وسال سؤال تاني عن الوايت سبوت ليجنز. اوكي، طب السؤال ايه يا دكتور محمد؟ معلش بص يعني لو حضراتكم ما عندكوش، احنا النهارده اجازه، انا ما عنديش مشكله ماشي. دكتور محمد انت قاعد معايا ولا لا؟ انا خلاص انا في البيت وقاعد في العياده قاعد مع حضرتك. طيب لو الموضوع بقى بورنج وممل قول لي، يعني انت اللي انا هعتمد على كلامك، انا مش شايف حاجه غير الشاشه. لا خالص. اتفضل. هو بيقول ذا مانجمنت اوف وايت سبوت ليجنز، بس ده السؤال. برضو الاسم، معلش، الدكتور اللي بيسال دكتور محمد كريم شادي، كريم ام شادي. دكتور كريم هيجرنا كتير جدا اجابه السؤال ده لكاريولوجي برضه تمام، اللي هو مانجمنت اوف انسيبيانت ليجنز تمام. anyway تمام، انا بستخدم كل الريمينرايزيشن برينسيبلز في الوايت ليجن، ما نستنفس يعني ما نزهقش تمام، دي نصيحه ليك. ما نزهقش ان انا تو فولو اب تو مانجمنت اوف ذس وايت سبوت ليجن تمام. بالريمينرايزيشن ما جابش نتيجه، جرب واحد واثنين ثلاثه. خد بالكم بس من استخدام الفلورايد برودكتس تمام، الفارنش والحاجات زي كده، ان هي بتعمل ستيننج. فانت لو بتستخدمها مع يعني اطفال او سوري يعني يونج فيميلز او حاجه زي كده، خلي بالك موضوع الستيننج ده لازم تبقى يعني اوير بي كويس جدا. ممكن دلوقتي بنستخدم السي بي بي اس بي، ممكن بنستخدم الاي كونسيستن، ممكن بنستخدم حاجات كتيره جدا جدا بقت افيلبل تمام. ممكن برضو مش مجرد ان انا بحط برضو الميديكال موديل من غير ما اطبق البرنسبلز بتاعه الكيرز ريسك اسسمنت. فكل الحاجات دي يعني بنطبقها، بس انا مش عاوز الموضوع تو ديفييت مننا من اللاين الاساسي، يعني مش عاوز اقلبها كاريولوجي خالص تمام. لكن هي دي الحاجات الاساسيه بتاعه المانجمنت اوف انسيبيانت كيرز ليجن، و to be identified كويس و identify reason، والreason ده هل هو كيروجينيك اورجن ولا هو نون كيريس سيرفايكال ليجن جاي من اروجن. كل حاجه وليها استخدام معين، وكل حاجه لازم اول حاجه ما بنقولها بريفنت او ريموف ذا كوز تمام. دكتور محمد انا مش عاوز الموضوع يبقى ديفييتد برضو كاريولوجي، بس يعني كده او كده لو في برضو اسئله احنا ما فيش مشكله خالص، عشان برضو
we will not lose our campus تمام علشان الدنيا كويس. هنتكلم برضو سريعا برضو بسيط خالص على الكيرس برينسيبلز, وده يعني انا ماشي مع اللاين اللي كنا ماشيين فيه اللي هو الكيرس ريموفال كونسبتس. الاولاني كان الاكستنشن فور بريفنشن سواء بوضع بي ويب او وراء بلاك كلاسيفيكيشن ان اكسبوز ذا بالب حتى لو انت شايف ما تسيبش اي نان كيرس ليجن. ودي برضو ده بيحدد لي الليميتيشن بتاعي وانا بقول امتى تو ستوب تمام. انا ماشي على انهي برينسيبل. كان من الحاجات المهمه جدا كانوا بنعمل اكستنشن فور ريتنشن تو جين مور ريتنشن, فانا بعمل اكستنشن فده برضو بيوقف لي انا انت هوقف امتى. انا بستخدم ساي كومبلكس امالجام ريستوريشن محتاج اعمل سلوت محتاج اعمل كوف محتاج اعمل لوك. كل الحاجات دي كلها برينسيبلز انا بمشي عليها, دي كانت بتحدد لي امتى وفين هقف اوكي. والماتيريال هنا كانت جزء من الحاجات اللي بنعملها. بدا يحصل عندي واللي احنا بنتكلم عليه الفرق ما بين كيرز افكتد وكيرز انفكتد. انا دايما بعديها كيرز افكتد بكل بساطه الكولاجين فايبر بتاعي سليمه زي بالظبط العمود الخرسانه وجواه حديد, الشبكه الحديد سليمه والخرسانه بدات تتاثر بدات تتكسر كلها بقى كيرز انفكتد دنتن. كيرز ريبيرابل او كيرز ريبيرابل دي مش النقطه بتاعتي. انا باجي هنا بقى في الكونسبت اللي بدا يخليني اقف partial cares removal concept. انا نفس البرنسبلز بتطبق الوولز كومبليتلي فري فروم كيرز تمام, لكن في منطقه لو شلتها هيحصل بالب اكسبوجر. هنا النقطه دي انا بقف عندها واقول كومبليت اور انكومبليت كيرز ريموفال, وبنبدا نطبق هل انا بستخدم الانكومبليت كيرز ريموفال كبارشل يعني وان ستيب يعني بعملها واعمل كومبليت سيلينج, او ان انا بعمل تو ستيب او اللي بيسموه الستيب وايز اكسكافيشن او لو انتوا عاوزين تسموها فروم اندودونتيك بوينت اوف فيو ان دايركت بالب كابينج. ودي زي ما قلت لكم هو مش موضوعي الاساسي لكن حضراتكم لو انتم متخيلين ان ده جديد ده مش جديد, ده السيلينج ابيليتي اللي كان بيعمله ابو بكر زكريا الرازي تمام, ان هو كان بيجيب الروزن تمام وده نوع من الريزن او الماستيكه تمام وبيحط فيها الوم تمام وبيحطهم مع بعض ويعمل نوع من الكومبوزيت تمام تو سيل ذا كافيتي. وزي ما انتم شايفين هي ميد اتمبت تو ستوب ذا ديكاي اوف ذا توث باي اسمنت, في الحاله دي سموه سيمنت تمام مع ان في حاجه زي الروزن تمام او الماستيكه تمام, وبدا يعمل بيها سام سورت اوف ريستوراتيف ماتيريال تو سيل ذا كافيتي. يبقى احنا ما بنتكلمش على حاجه جديده. سامحوني انا ما اقدرش اعدي اكيد في ريسيرشرز بيسمعوني فلازم نبقى عارفين هل الكومبليت والانكومبليت كيرز ريموفال according to evidence. evidence يعني زي بنقول دليل, طب اسنان مبني على الدليل. الدليل ده نوع من الاناليتيكال ستادي بنبدا نقارن ما بينهم ونطلع في الاخر بحاجه conclusion تمام. انا مش هتكلم كتير عليها تمام, بس انا يعني pick up one good article تمام بدا يبقى يقدم الدليل تمام. بدا يقدم الدليل يعني ايه؟ بدا يشوف الاستادز اللي قبل كده ويوحد بارامترز معينه ويشوف لو انا اشتغلت باكسبيرمنتال بالنسبه له اللي احنا شايفينها هنا اللي هو الانكومبليت كيرز ريموفر سواء كان اشتغل ستيب وايز اكسكافيشن او بارشل كيرز ريموفر يعني قفل الكيرز مره واحده او عملها على اتنين ستيب اللي هو الاندايركت بالب كابينج, والكنترول بتاعه اللي هو العادي بتاعي اللي هو انا واخد ديسيجن ان اخلي الكافيتي بتاعي كله ابيض تمام, اشيل كل البني اللي في الكافيتي. لو انا بصيت هنا هو قيم البالب اكسبوجر ولقى شايفين 6 من 55 ما حصلش يعني 6 حالات من 55 حصل لهم بالب اكسبوجر, لو حضرتك شايفين 29 في اللي هو الاجريسيف كيرز ريموفال من 55, وبدا يقارن كذا ستادي 7 من 48 12 من 48 فهنا في الحاله دي اداله انديكيشن من البريفيوس ستاديز ان هو بدا يطلع لها ايفيدنس ان الايفيدنس ده بيقول ان البالب اكسبوجر ريسك عالي جدا جدا وانا بشتغل بالكومبليت كيرز ريموفال كومبارابل تو الانكومبليت كيرز ريموفال. انا عارف الموضوع ده بس انا هنا اسسته على الدليل البوست اوبريتيف سنسيتيفيتي. لو بصيتم فرق الحالات 3 من 35 هنا 6 من 33 وهكذا 0 من 24 هنا 1 من 24 وبدا يقول ان البوست اوبريتيف سنسيتيفيتي اعلى بس هنا بدا يقول بدليل ف
فده بنسميه طب الاسنان المؤسس على الدليل او الايفيدنس بيز دنتستري. بدا يشوف الفيلير ريت، تمام؟ لما لقى هنا لقى الفيلير ريت 3 وهنا بقى 6 وهكذا. هو هنا بيحاول يستبعد هواه الشخصي عشان في الاخر يطلع بكونكلوجن ان الانكمبليت كيرز ريموفال حاجه كويسه ممكن نطبقها، بس لازم نطبقها صح، لازم يطبقها مع الماتيريالز اللي تقدر تعمل لي سيلينج، ما يجيش يطبقها مع امالجم ويقول انا بعمل كده لا. فبدا يقول ان دي البوتنشال. طيب بالدليل برضو، هل كل الناس اكسبت؟ يعني وانا قاعد دلوقتي وبدي المحاضره انا مش شايف حضراتكم، هل انتوا اكسبت الكلام ده؟ بالدليل برضو انا هثبتها لكم لما جم يعملوا اناليسز، تمام، في وسط الدنتست لقوا ان حوالي 50% مش اكسبت الكلام ده، تمام؟ يعني انا برضو بوصل ان 50% من الكلام اللي انا بقوله هم مش مقتنعين بيه بالإيفيدنس، تمام؟ وده زي ما قلت لكم ممكن كانوا قالوا عيب في الابديتنج، يعني عيب في المستقبل ذات نفسه، عيب في الإديوكيشن سيستمز اللي هي ستيل برضو كانت بتعتمد على حاجات قديمة، عيب في توصيل المعلومات او الابديتس، عدم الكفر للمؤتمرات، وجود السوشيو ايكونوميك، ففي حاجات كتيره جدا. فانا بقول لحضرتك بالدليل كمان ان انت وانت قاعد في 50% مش مقتنعين، وانا ام توتالي اكسبت ان في 50% مش مقتنعين، ده بالدليل اللي موجود معايا. فمعلش الجزء ده اسمه ريسيرش، بس انا مش بديك ريسيرش، انا بديه لحضرتك حتى لو انت شايف حاجه مش مقتنع بيها، ممكن حضرتك تفتح كتاب، ممكن نفتح بيبرز، تبدا تشوف الناس اللي قبلك عملوا ايه. انت ممكن تعملها بنفسك، مش حاجه بروفيشنال انك تبابلش او حاجه زي كده، بس انت حاول انك تدور على الدليل في كل حاجه. عندنا بيزك نوليدج وبحاول ادور على الدليل بتاعها، فسامحوني دي حاجه انا ما اقدرش اعديها. طيب هنيجي برضو للاهميه بتاعتنا، او في الجزء احنا لسه بنتكلم في المينيمال كونسرفيشن، الاند بوينت امتى اقول ستوب، وده كل المحاضره واقفه على دي. هل ان انا اشتغل زي ما انتم حضراتكم شايفين عشان اشيل دول، شلت قصادهم دول كلهم، تمام؟ هل الكومبليت كيرز ريموفال هل هو ده يديني ستوب؟ احنا عايزين نتاكد ان الموضوع ده كلينيكالي علشان ما نقعدش يعني زي ما بيقولوا ايه نتمنظر على بعض. كلينيكالي صعب جدا 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 ان اي حد يفرق ما بين كيرز افكتد اند كيرز انفكتد او ريبيلابل وايريبيلابل، تمام؟ وده اللي حتى يعني بنبدأ نختلف فيها. لما نيجي نصحح الكافيتي انا والزملاء يبقى فيه اتنين، بيبقى فيه كل واحد بيبقى ليه راي، تمام؟ فاحنا علشان نوصل لاجريمنت بدأنا نستعين بوسائل مساعده، تمام؟ وهي الجزء بتاع الادفانس تكنيك، واولها اللي الدكتور محمد كنا بنتكلم عليه الكيرز ديتكتور دايس، وقلنا دي حاجه جميلة جدا ومهمة جدا، بس في يعني حاجات ليها وحاجات عليها، او ليها ادفانتج وليس ادفانتج. الاول نعرف هي عبارة عن ايه، علشان استخدامها الخاطئ قد تؤدي الى فولس ديس ادفانتج. هل هي بتشيل الكيرز؟ في كان ناس عندهم اعتقاد ده هي ما بتشيلش كيرز، تمام؟ هل هي استيند؟ ايه لازم ابقى عارف ان هي معموله تو ستين الدي ناتيورد كولاجين، تمام؟ يبقى هي ما تنفعش تنفع في الانامل بالعقل، لان الانامل الاستراكشر بتاعه ما فيهوش انامل، فلما الاقي واحد ماسكها وبيحطها في الانامل يبقى هو مش فاهم هي بتشتغل ازاي، تمام؟ ليه؟ لان هو كل ما هيحطها على الانامل هي هتصبغ، لكن هو المعلومه ان انا ما بحطهاش على طول، ده انا بحطها ولازم اغسلها، تمام؟ ودي نقطه فيري كريتيكال، لازم احطها واغسلها. ويتبقى بص بقى على السيرفس اللي باقي ايه، ولو حضرتك حلقتها بستين بالانامل يبقى انت بتستين الدنتال او الاورال بايوفيلم اللي محطوط على الانامل، يعني العيان ده عنده دنتال بلاك لان في كولاجين فايبر اسبوق على طول، تمام؟ فلازم ابقى عارف هي بتشتغل ازاي وهي بتحصل ايه وهي بتصبغ الكولاجين. طب بتصبغ كولاجين ازاي؟ ما هو الدنتين فيه كولاجين، ما بتسبغش ليه؟ لان الكولاجين اللي موجود في الدنتين ما هوش اكسبوزد، زي ما احنا عارفين الكولاجين فايبر بيبقى فيه انفولب من شيز من هيدروكسي ابيتايد، تمام؟ وده الان اورجانيك كومبوننت بتاع الدنتين، فالكولاجين فايبر مش اكسبوزد، فكده كده مش هيتسبغ، عشان كده
الساوند انامل زي ما حضراتكم شايفين مش هيتسبب تمام. لكن البارشلي دي ناتيورد كولاجين والكيرز او كومبليتلي ديستراكتد كولاجين هيحصل لهم صبغه, وده اللي بيحصل بارشلي ستين تمام او لايت ستين وديب ستين. كانوا زمان بيقولوا اي ستين تتشال, ودي يعني النقطه اللي كان بيسال عليها الدكتور. It can lead to an over preparation تمام, ممكن يكون احسن ما نشتغل بس بالفيجوال بس, بس it can lead to an over preparation وده documented. لكن لو انا قدرت اعرف وزي ما حضراتكم شايفين اللي هو زي الشيت جايد اللي قدامكم ان كل اللي حضراتكم شايفينه ده is a light stain تمام, فاذا light stain ده بيديني some sort of ان لازم مش كل الكيرز قدامي تشيل. دكتور محمد, دكتور محمد ايوه دكتور مع حضرتك, ممكن هنقل بس للكاميرا الثانيه ممكن نشوف الجزء ده عشان نبقى ستيب باي ستيب, يعني الجزء ده نبقى كفر عشان ما يبقاش كله في الاخر كلنا هنتوه تمام. اي مشكله تمام مع حضرتك. معلش حضرتك معايا بقى في نقل الكاميرا والحاجات زي كده تمام, لان انا مش اكسبرت قوي في البروجرام يعني تمام تمام. محمد احنا شايفين دلوقتي اي ثينك السيت اب اللي قدامي مظبوط بالظبط كده يا دكتور ايوه تمام. طيب لو احنا انا هعمل بس ابلكيشن لحاجه معينه هو طبعا الكيرز ديتكتور داي ابلكيشن زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل خالص. انا بجيب الكيرز ديتكتور داي, على فكره الكيرز ديتكتور داي ما عادتش لونها احمر, في كتير جدا غيروا الوانها لان الاحمر واحنا عارفين ان الكيرز عموما بيبقى لونه احيانا بيبقى لونه بني تمام. وهبدا زي ما احنا يعني اتمنى كده يا دكتور محمد يكون واضح. استاذن حضرتك بس قربها من الكاميرا شويه. طيب حاضر, هل كده واضح؟ نزلها لتحت سنه معلش. طيب حاضر. ايوه ايوه كده ده. معلش انا معيش حد يساعدني فسامحوني يعني. هي كده فوق بس بعيد عن الكاميرا شويه, حضرتك نزلها لتحت شويه اقرب للتاول يعني. ايوه كده تمام تمام تمام. انا لما حطيته هنا زي ما حضراتكم كل الصبغه اللي موجوده او كل الصبغه موجوده تمام. هل ده هو عباره الكيرز ديتكشن؟ لا تمام, لازم اعمل لها سرولي رينز يعني بسيبها فتره وفي الاخر هروح معلش دقيقه واحده بس. لو حضراتكم شفتم هنا دكتور محمد هل واضح ولا؟ ايوه يا دكتور تمام. لو حضراتكم شفتم هتلاقوا جزء ستين وجزء ناس, مش كل الستين. اولا عشان تبقوا حضراتكم الستين اللي حصل ده مش كيرز لان حضراتكم شايفين كله انامل, لكن في هنا ديبوزيتس موجوده على السيرفس. فانا بوريكم حتى انا ممكن تبقى في عندي مشكله ان 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 تديني ستين, لكن لو حضراتكم بصيتوا في السنه اللي جنبها هي واضحه دكتور محمد على ما اظن. السنه الثانيه دي بس لتحت شويه ناحيه التاول شويه. ايوه دكتور كده هتلاقوا حضراتكم خدت الستين وهلاقي ان هي الانامل ما عليهوش اي حاجه والجزء بتاع الدنتن زي ما احنا شايفين كده بدا يبقى فيه ستين تمام. دي بيتسميها فيجوال او 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 دايركت ميثود ليد ديتكشن اوف كيرز, دي بتعمل لي جايدنج زي دكتور محمد انا اظن سبيشاليتي جراحه صح؟ ايوه يا دكتور. دكتور محمد الو. ايوه ايوه مع حضرتك ايوه. فعندنا حاجه بيسموها تيشو جايدد كاتنج تمام, فده نوع من الجايدنج تمام. هنتكلم على واحده ثانيه من الليميتيشنز اللي بتحصل معايا تمام.
حاجه جميله جدا، وده سيستم للديتكشن وهنتكلم عليه. انا بس بالمره بدل ما احنا حاطين السيستم كله مره واحده نشوف الجايدز او الطريقه اللي احنا بنقدر نستخدمها. ده نوع بيسموه الفيس، تمام. انا بعمل هنا نوع من الابلكيشن اوف لايت، ثواني. لو انا شايفين كده حضراتكم في نوع من اللايت، لايت قريب على فكره من اللايت كيور، تمام، بس هو معمول بسبيشال انتنسيتي، اوكي، وبحطه على السن، على السنه. طبعا حضرتك مش شايف اي حاجه، تمام، لكن في فلتر بيركب قدام اللايت ده، هركبه على الكاميرا، هي يمكن ما تبانش قوي، تمام، وهعمل ابلكيشن للفلتر. ثواني برضو عشان نشوفها، اقربها شويه. دكتور محمد لو سمحت برضو حضرتك، لو مش واضحه، واضحه ولا مش واضحه؟ اوضح كده. طبعا اللايت بيشيل الصوره، مش ما بتبقاش واضحه قوي، بس احسن من بالفلتر يعني. تمام، من غير الفلتر طبعا، لو لبسنا الفلتر على عينينا مختلف خالص لما اشوفها على الانترا اور كاميرا او الانترا او الكاميرا بتاعه الويب. لو انا شايف انا مش هشوف حاجه كده. وانس ان انا ابلاي الفلتر على عيني كده بيبدا يبان عندي الكيرز بطريقه واضحه جدا جدا جدا. ده بنسميه الفيس سيستم، وهنتكلم عليها ان شاء الله في واحده من السلايدز الجايين. فدي حاجه كتيره بتعمل لي ليميتيشن. طيب في طريقه تانية بتعمل لي ليميتيشن ديورنج الكيرز ريموفال ذات نفسها. لو انا هستخدم حاجه بنسميها كيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، تمام، سيستمز، تمام، وده نوع من الكيرز اكسكافيشن ميثود. لو انا مسكت حضراتكم كده، بصوا معايا وأقربها كتير جدا للكاميرا لان دي سهله، انا شايف كيرز قدامي، تمام، هبدا احط عليه نوع من الجل، تمام، وبسبيشال تايب اوف انسترومنتس هنا هبدا اعمل ريموفال للكيرز اللي موجود معايا في الكافيتي، تمام. بيبدا الجل ده هو يتغير لونه، يبقى تربت، تمام، هغسله مره واثنين وثلاثه لحد ما يبدا لوز اوف تربيديتي، يعني زي ما احط الجل زي ما اشيل، تمام. النوع ده بيعتبر نوع من الليميتيشن، انا هرجع للكاميرا بتاعتي، ده نوع من الليميتيشن بتاعي ديورنج الكافيتي بريبريشن. يبقى حاجات كتيره جدا بتقدر تساعدني في الموضوع ده، وانا هرجع تاني دكتور محمد السلايد اظن واضحه دلوقتي تاني. دكتور محمد، ايوه يا دكتور واضحه، تمام. يبقى هنا الكيرز ديتكتور داي بيساعدني ان انا بعمل سام سورت اوف فيجوال جايدنج، تمام، نوع من الفيجوال جايدنج ديورنج الكيرز ريموفال. ليها مميزات وليها عيوب كل حاجه. عندي الكيمو ميكانيكال كيرز ريموفال، وفي منه نوعين، حاجه بيبقى كلرلس وحاجه لونها ازرق فاتح شفاف. لو انا يعني معانا هاي ريزولوشن كاميرا هتشوف فعلا التربيديتي كده زي ما حضراتكم شايفين، لكن الكلرلس ده اللي هو الكيرز هولف سيستم كلرلس خالص، وزي ما انتم شايفين انتل فيل تو جين تربيديتي، يعني زي ما بحط الجل زي ما بشيله، تمام. يبقى دي بتديني سام سورت اوف فيجوال ساين تو ستوب ماي بريبريشن، تمام، وبيتحط بسبيشال انسترومنت. احيانا بنستخدم حاجه بيسموها بوليمر بيرز، والبوليمر بيرز دي بولي اميد بير بلاستيك بيرز، معموله ان الكيرز انفكتد دنتن او السوفت كيرز زي ما احنا بنحب نسميها او وات ايفر، هي الهاردنس بتاعها اعلى فهي تشيل، لكن لو جت في الكيرز افكتد دنتن هي معموله ان هي اقل فهي تتبرد، فالبير ذات نفسه هو اللي هيبوظ، تمام. مشكلتها ان لو انا خبطت اندرمايند انامل الاول هيبوظ قبل ما اوصل للدنتن، او لو عندي سكلروتيك دنتن هيبقى فيه مشكله. فزي ما قلت لكم ليها ميزات وليها عيوب. الفيس سيستم اللي ما شافوش في اللايف هيشوفه ريجاردلس اسم الشركه، لان في شركات كتيره جدا، تمام، لكن السيستم زي ما حضراتكم هتشوفوه دلوقتي هو عباره عن نوع من اليومينس
تمام، اللي هو بيسموه فلوريسنس ايدد كيرز اكسكافيشن سيستم، بيبدا يتعرض الضوء اللايت ده بالجهاز اللي حضراتكم شفتم حاجه قريبه منه، تمام، وابدا وانا بشتغل انا شايف ان الكافيتي فاضي او مش فاضي، بحط الفلتر على عيني وببدا اعمل ابلكيشن بيبان المنظر اللي قدام حضرتك ده. وده بيبان ليه؟ لان كل جسم في الـ في الـ او كل حاجه بيبقى ليها فلوريسنس ليفل، تمام. فالفلوريسنس ليفل ده لما تشوفه لحد ما يروح، فده نوع من ستيننج، بس ستين عن طريق الفلوريسنس مش زي الكيرز ديتكشن داي. زي ما احنا قلنا كل حاجه وليها ليميتيشن، وده سيستم احنا شفناه، تمام. طيب يبقى دي كلها حاجات to limit or guide my caries preparation، لازم وانا بشتغل ولازم وانا باخد بالي وانا بعمل cavity preparation اتاكد انا هبعد عن الحاجات الترمينولوجي، ان انا عندي clinical depth، clinical depth بتاعي اللي هو وانا بقيس من الكيفو سيرفيس مارجن لحد البالبال فلور، وبعدي عندي actual depth وعندي effective depth، مش هتفرق كتير، انا عاوز اشوف ان ده الدنتين بريدج بتاعي اللي واقف. طب في حاجه ممكن تساعدني كده؟ اه، في جهاز اسمه بريبوميتر، تمام. بريبوميتر ده بيقيس لي الريميننج دنتين ثيكنس، بيقيس بطريقه قريبه جدا 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 من اللي بيستغل بيها الايبكس لوكيتور والبالب تيستر، تمام. بيبقى ليها كليب وليها تيب، وبيبدا يوصل دايره معينه ويبدا يشوف ويديك نوع كده لون احمر ولون اخضر ولون اصفر، وده بيديك على البريبريشن او ريميننج دنتين ثيكنس اللي قدامك، وده بيديك برضو بيساعدك علشان تقدر تو ديسايد وين اند وير تو ستوب، تمام. فديا من ضمن الاجهزه، واحنا عندنا ماستر اتعمل كامل في جامعه المنصوره، تمام، مدرس مساعد حاليا في جامعه الدلتا، اتعملت على الجزء ده، و كرنتلي وي يعني ابروشنج، قريب جدا ان شاء الله يبقى في بابليكيشن معمول بالحاجه زي كده. فده من ضمن الحاجات اللي بتساعدني على الديسيجن ميكنج. كل ده اللي انا قلته، سواء استخدمت برينسيبلز، استخدمت بيزك برينسيبلز، استخدمت ديفايسز، استخدمت اي حاجه نوليدج، استخدمت كونسبتس، كل ده بتساعدني في الاخر عشان اوصل لاجابه السؤال بتاع البرزنتيشن بتاعي، وير اند وين، تمام، تو ستوب. دكتور محمد. ايوه يا دكتور، اتفضل. طيب في اي سؤال لحد دلوقتي؟ لا حضرتك اتفضل. طيب مش هطول كتير، انا عارف ان انا يعني التايم بتاعي بدا يخلص، تمام. لا حضرتك يا دكتور، لو في حاجه مش واضحه انا مش قدامي كتير، يعني احنا تقريبا كفر اجزاء كبيره جدا، بس في حاجات تانية بقى مهمه وانا بعمل الكافيتي بريبريشن والموديفيكيشنز اللي حصلت فيه. في حاجات كونتروفيرشال جدا، في حاجات بنسمعها من كذا حد، فانا بحاول ان احنا نيجي لحاجه بنسميها كونسرفاتيف كافيتيز. يعني ايه كلمه كونسرفاتيف كافيتيز؟ لو احنا اخذنا برينسيبل زمان وقلت لكم الاوتلاين فورم حاجه ستيل بنحترمها، وحاجه في الاوبرتيف عندنا يعني من الحاجات اللي هي بنقولوا ايه اساسيات، لكن اتغيرت شويه. حتى انا بتكلم ايفن في الامالجا، وهنشوفوا كمان حاجه اكتر من الامالجا، تمام. كنا زمان كل البيتس اند فيشر سواء كان فيها مشكله او ما فيهاش مشكله كانت انكلود معاها في الكافيتي، تمام. يعني اكستنشن فور بريفنشن بالمعنى الصريح الاساسي، تمام. هل ده ستيل اكزيستنج؟ هل من العقل ان انا اكسر ترانسفيرس ريدج او اوبليك ريدج، تمام، وهو سليم؟ لا. لو هو على قد الكيرز، سواء هستخدم بقى ريستوراتيف ماتيريال امالجم او غيره، كان زمان نقول all pits and fissures should be included. دلوقتي لا، تمام، الجزء الفولتي فقط should be included. ضفتين، ودي نقطة كلنا بيبقى فيها debate، تمام. هل اعمله كده ولا اعمله كده، تمام. خد بال حضرتك، الضفتين في class 1، تمام، ما هواش حاجة أساسية. class 1 ما فيش فيها lateral removal، قوة اللي بتنزل على السنة بتتحلل لمركبتين، مركبة رأسية ومركبة أفقية. اللي بيشد معايا في كلاس 2 إن مفيش وول، فده بيتشد، فأنا محتاج نوع من الضفتيل عشان يقدر تو ويزستاند أو يمنع ريزيست الريموفال بتاع الأنتيريور كومبوننت، لأن الأنتيريور كومبوننت في بعض، لو السنان في النورمال كونتاكت
بيتقابلوا مع بعض في الميد لاين ويلاشوا بعض. اوكي، فاحنا لو سمحت ما تعملش ده، ممكن تنقول ان انت سلايتلي انكلود الترانجلر فوس، تمام، لكن ما اقدرش اقول ان اعمل لها ضفتين. تمام، لو ما عندكش كلاس 1 ما لهاش اي لازمه، لكن لو انا شايف ان انا عندي فول سي بيت ساند فيشر يبقى لازم تو بي انكلودد، لان انا خايف من هنا يحصل الكلام ده. تمام، برينسيبال امالجم وبرينسيبال ستيل برضو في كلاس 1 كومبوزيت، لو انا هعمل كونفنشنال كلاس 1 كومبوزيت. تمام، عندي ترانسفيرس ريدج اللي موجود ما بين السنتين والمارجنال ريدج، لو عندي ده انتكت لو سمحت اعمل تو سيبريت كافيتي، ونفس الكلام احافظ على الاوبليك ريدج. اعرف ان السنه هي عباره عن حاجتين، الحشوه بتاعت حضرتك حتى لو انت حاطط كمان ادهيزيف ريستوريشن، والباكال وول والبالاتال وول. طول ما يبقى الارتباط او الريميننج توث ستراكشر موجود، تمام، او توث سبستريت موجود، كل ما انت بتحافظ على السنه دي. عشان كده الام او دي، لو حضرتك عامل ام او دي في ابر فور في امالجم، هتلاقوا دايما مكسور عند الفانكشنال كاسب ومكسور بطريقه اوبليك. تمام، الاقي البالاتال كاسب، لان ده الفانكشنال كاسب مكسور. تمام، لان انا هنا ما عادش فيه ده، بالعكس ده الامالجم كمان اكت از ا ويدج انسايد ذا سوس. فلو سمحت طول ما تقدر تحافظ تو كونسيرف، عشان كده احنا من ضمن اسمائنا كونسيرفاتيف دنتستري. تمام، تو كونسيرف ذا تو سبستريت، ده بالنسبه لنا. انا بالنسبه لي يا سلام لو ما اقدرش اعمل كافيتي، يعني الحقه من الاول وهو وايت سبوت ليجن او هو لسه في الانيشال ستيج بتاعه، لكن انا وصلت الكافيتي، طول ما اقدر اعمل كونسيرفيشن لتو مارجنال ريدج، ترانسفيرس ريدج، اوبليك ريدج، كل ما اقدر اعمل له كونسيرفيشن وانا بعمل كافيتي بريبريشن، دي حاجه بتعمل. في عندنا حاجه بيسموها بوكس اونلي بريبريشن، وهنشوف اللينك دكتور محمد اللي انا كنت حاطه بتاع البيبر، هنيجي ساعتها. فيها بوكس اونلي بريبريشن، جست بعمل بوكس، بقدر اعمل له حاجه بيسموها لوكس في الجداب، وبتقدر تعمل لي سام سورت اوف ريتنشن. تمام، مش لازم افتح كل الاوكلوزال كافيتي زي ما كنا بنعمل زمان واعمل اوكلوزال بارت وجزء بروكسيمال بارت، انا بقدر اقول هنا. يبقى هنا نفس البرنسبلز بس حصل لها مور ديفلوبمنت اكوردنج للماتيريال اللي حصلت اللي معايا، واكوردنج للديفلوبمنت بتاعتي بالانسترومنتس، باللوب، بالماجنيفيكيشن، بكل الحاجات دي بقت ستيل معايا بتساعدني جدا. احيانا زي ما احنا بنقول بندخل حاجه صغيره عشان تعمل لي ريتينشن او تعمل لي ريزيستنت للانتيريور كومبوننت فور، زي ما حضراتكم شايفين. ولو عندي اوريدي في اكستنشن كان موجود باكل او لينجوال، انا مش محتاج اعمل سام سورت اوف دكتيل ديستراكشن، ليه؟ ما اوريدي انا عندي حاجه تعمل لي سام سورت اوف لوك تمنع لي الموفمنت بتاع الايه الريستوريشن بتاعي. فلازم كل ده بيديني برضو الكافيتي ديزاين والاوت لاين فورم، وامتى when and where to stop. تمام، كل الحاجات دي معايا حصل لها موديفيكيشن زي ما حضراتكم شايفين، التشينجينج كتير جدا جدا في البرنسبلز. انا ممكن اقول ان هي بدات تديني سام سورت اوف ادفانسمنت. لو كنت بقول الكلام ده زمان انا ممكن يعني كان في ريزيستنت كبير جدا، لكن ستيل موجود، ستيل حضرتك اهم حاجه هنتكلم عليها في الاخر، ريسبكت all the mechanical principles and load principles. ما ينفعش اعمل كافيتي بمزاجي اقول conservation و neglect حاجه ثانيه. It's a balance. تمام، فلازم اخد بالي. tunnel preparation جزء من البريبريشنز اللي بنعمله عشان تو ابروتش البروكسيمال ليجن في منطقه معينه، من غير، ومش راضي اقول ان هو كلام نظري، لا، دي clinical cases documented published والpublication الدكتور محمد، معلش بعد اذن حضرتك تو هايلايت تو اول كومنت اللينك موجود اول كومنت خالص. بالظبط، ده بوكس اونلي بريبريشن، ده تانل بريبريشن، وموجود الديتيلز بتاعت التو كونسرفاتيف كيسز، يا ريت نبص عليها، الطريقه اللي مكتوبه ازاي البايت وينج اكس راي. لو سمحتم البايت وينج اكس راي بالنسبه لي في الاوبريتيف اتس مانداتوري، يعني البريابيكال اكس راي زميلي في الاندودونتكس مهمة قوي لي انا، يهمني البايت وينج اكس راي لان ما فيهاش اي زوايا، تقريبا شبه بارلل. تمام، فبالنسبه لي بتوريني بالظبط، ما فيش بيبقى فيها اوفرلابنج، بتبقى مودريان البروكسيمال سيرفيس زي ما انا شايف كده،
approach the proximal lesion سواء عملته open tunnel أو closed tunnel تمام. ودي يعني أنا مش عاوز أتطرق فيها عشان ما نخشش في دايلمة كبيرة، لكن اللي interest جدا يقرأ publication very simple تمام، مكتوبة بطريقة إن إحنا نقراها وموجود فيها يعني الطريقة عشان نبقى عارفين الجايدلاين نمشي عليها إزاي، وموجودة في الكومنتس سهلة جدا إن إحنا نوصلها عن طريق البابمنت. الأتروماتيك ريستوراتيف تكنيك كان زمان، وإحنا بنقول كان زمان ده بيتعمل في المناطق الفقيرة، لكن أحيانا دلوقتي بنشتغل بيه لما لاقي خلاص إن أنا هشيل، واحنا عرفنا دلوقتي ان الماتيريال بدات تساعدنا. احنا كلنا بنشتغل عارفين كلنا بالهاي فيسكوستي بغض النظر عن اسماء البراند نيم، هاي فيسكوستي جلاس ايلر تمام. واحيانا بستخدمها لو انا عندي مثلا ويزدم توس وهاخد ديسيجن اخلعها، طب ليه ما احاولش معاها بالاتروماتيك ريستوراتيف تكنيك، او بلاش الاتروماتيك بارشل كيرز ريموفال كونسبت، واحاول معاها محاوله واحط هاي فيسكوستي مثلا جلاس ايلر، يبقى هنا الماتيريال ساعدتني ان انا اخد ديسيجن في الكافيتي بريبريشن بطريقه معينه، ابلايد اتروماتيك ريستوراتيف تكنيك، ابلايد بارشال كيرز ريموفال برينسيبلز. الموضوع فيري سهل، سهل جدا، بعمل جيننج الاكسس، بشيل كل الكيرز باكسكافيتور، بعمل كلينسنج بكلينسنج ايجنت زي كلور هيكسيدين او غيره او كافيتي كلينسر، ببدا احط الهاي فيسكوستي جلاس اينومر بقفل بيه. انا مش هقول ان اعمله في كل الحالات، لكن ممكن استخدمه في حالات معينه. يبقى ده اداني اوبشن تاني ان انا اختار في وقت معين لبيشنت معين، زي ما احنا قلنا كل الاوبشن متاحه، كل الريستوراتيف ماتيريال متاحه، كل الوايد اري او الوايد فرايتي. انت عندك حاجات كتيره جدا، لو عندي السنه دي صعب جدا الايزوليشن بتاعها، او السنه دي انا شايف ان البروجنوز بتاعها مش هيبقى في مشكله، او حاجات كتيره جدا جدا. بغض النظر بقى ان انا هقول لكم ان حكاية اللي هي ايه ان هي نون اكسسبل او كلام زي كده، في حالات معظم الحالات معظم حاجة اكسسبل، بس محتاجة مني تايم ان انا اقعد ايه اخد وقت كتير قوي مع العيان. هل العيان ده، واحنا انا بقول لكم بقى انا راجل هنا مش هبعد نفسي عن الاكاديميك فيل تمام، انا راجل كلينيشن ماي تايم از ماني تمام، فهل هي ديزيرف ان انا اعمل كده او لا، دي حضرتك اللي بتحدد ده وزن برضو عشان ما يبقاش الموضوع مفتوح، within your oath اللي انت حلفته وانت بتاخد الشهادة تمام. يعني برضو مش هيبقى كله كده، لكن كل الليميتيشنز بتاعتي موجودة within my oath اللي انا حلفته تمام، اللي هو الهيبوكراتيك oath، الاوث بتاعي او اليمين اللي انا حلفته واحنا بنتعين، او القسم الألف مبروك لكل الدفعات الجديدة دايما بتعمله وإحنا كلنا عملناه تمام. فلو سمحت كل الوايد اري ده قدامك وإنت بتاخد الديسيجن تمام. هاجي برضو إمتى أعمل ريبير وإمتى أعمل ريبليسمنت، ده برضو نوع من الديسيجن تمام. حالة زي اللي قدامي دي عندي some sort of minor fracture بسيط خالص في كومبوزيت، طب أنا ليه أشيل كل الكومبوزيت لو أنا مفيش غير الجزء ده؟ ممكن ادرب في الريبير، وطبعا الريبير لازم يبقى عندي ماينور او ميديم توث او ريستوريشن ديفكت حصل اراوند، الريميننج مارجن از اكسبتبل تمام، ودي مهمه جدا ان احنا نحكم عليها. سكندري كيرز انا متاكد او انشورد بعد ما بعمل الكافيتي، لان ممكن يبقى فيه بس انا ممكن اشيله، مانش مأثر على كل الريميننج توث ستراكشر ما عملتهوش اوفر ديستراكشن تمام، مفيش اي كومبرومايز للريسترنس او الريتنشن. Adequate retention of the new restoration دي مهمة جدا. الاثاتيك should be achievable تمام. يبقى في الحالة دي أنا أحيانا بعمل some sort of cutback في الأولد كومبوزيت، ومحدش معلش يعني سامحوني يقول إن الكومبوزيت القديم هيلزق في الكومبوزيت الجديد، يعني سامحوني ده كان كلام يعني زمان كنا بنسمعه، مفيش حاجة من كده. أنت حصل complete curing، فحضرتك لازم تعتمد على نوع من الميكانيكال او المايكرو ميكانيكال ريتينشن، سواء استخدمت اتشنج او حتى عملت رافنينج وكليننج كويس جدا جدا للرافت سيرفيس واعتمدت على البوندنج، يبقى هنا بعتمد ادجيجن مع اولد مع نيو. لكن كومبوزيت جديد هيمسك كومبوزيت قديم اي داوت تمام، اند اولسو ذا كارنت ايفيدنس داوت اتس نوت ماي اوبينيون تمام. فمعلش لا، لازم اعمل كات باك، اشيل كل الريمننس او الحاجه اللي حصل لها سام سورت اوف changing للكومبوزيت القديم، وبعمل له سلايت رافنينج
وبحط البوندنج سيستم بتاعي وبعتمد على مايكرو ميكانيكال ما بين الاولد اند نيو كومبوزيت زي ما انا شايف الحاله كان بي اتشيفبل. تمام. ريبليسمنت امتى اخد قرار بقى ان انا ما اخدش؟ زي ما قلت لكم هي حاله اول ما بشوفها از مس فراكشر ما تحاولش تعمل لها ريبير. تمام. لان انا قدامي اول ما بشوف از مس فراكشر انا بعرف حاجتين، اكزوبالبال لاين انجل ما هواش ستريت، او في اكستريم ديفرنت ما بين الاوكلوزال بارت او الاوكلوزال بوكس والبروكسيمال بوكس. الاقي الاوكلوزال بوكس 1 ملي والبروكسيمال بوكس 5 ملي. تمام. وما لاقيش الاناف ده على طول هيكسر في النقطه دي. فحضرتك من غير ما بفكر ما بشوف ازمس فراكشر، لا ريبليس اند كوركت الحاجتين اللي انا قلت لحضرتك عليهم. بص على الدبس بتاع الاوكلوزال كافيتي وبص على الاكزوبالبال لاين انجل، هتلاقي على طول واحده من الاثنين فيها مشكله. تمام. كراك وهاي ريسك اريا يبقى انا لازم اخد ده. بور استاتيك فيكسد بروسودونتيك ابارتمنت يبقى انا في الحاله دي انا ممكن اخد قرار ان انا اعمل ريبليسمنت لان انا هغطيها بكراون، فيفضل ان انا اشيل كل ده. زي ما حضرتكم شايفين الازمس فراكشر ده يعني مينلي بيبقى على طول معروف ايه المشكله بتاعته، عندي سيكندري كيرز وباقي عندي في الاكس راي واضح جدا، يبقى انا لازم اشيل كل ده عشان اعمل ريبليسمنت. عندي كريب في الامالجم وكريب في امالجم، يعني الامالجم طلع اوفر هانج كتير جدا، يبقى انا وزي ما انتم شايفين المارجنز حصل لها اوريدي داتشنج. تمام. عندي اكسسيف وير اوف فراكشر في الاولد ريستوريشن، وده برضو زي ما حضراتكم بناخدها بطريقه واضحه جدا، ودي من حالات الريبليسمنت اوف اولد امالجم. دكتور محمد انا باقي لي حاجات بسيطه خالص ومعلش سامحوني لو طولت عليكم، في اي اسئله دكتور محمد؟ في اسئله بس حضرتك خلص ونخليها بقى في الاخر في عشان كذا موضوع يعني. خلص. هنيجي في منطقه مهمه جدا، واحنا قلنا ان الادهيزف ذات نفسه ممكن يعمل لي سترينسنج للريميننج دنتين اللي قدامي، ففي انواع زي الريزم موديفاي جلاس انوار بعيد بغض النظر، هم دول اللي تو برانس اللي موجودين في ادهيزف، والدكتور اشرف اظن افاض جدا في الموضوع ده المره اللي فاتت. لكن الريزم موديفاي جلاس اينومر ادهيزف، انا ما بتكلمش على ريستوراتيف سيستم، الريزم موديفاي جلاس اينومر ادهيزف احيانا بتعمل لي ري انفورسمنت للدنتين اللي تحتها حتى لو هو كيرز افكتد دنتين، وفي ناس بيسموا ده سوبر دنتين، انا مش بحب التسميه دي، لكن ده بيعمل لي كريستاليزيشن. طب ليه حصل ده؟ لان في ميه موجوده في الدنتين ده، لما يحصل كريستاليزيشن عليها اكني بقوي الجزء الناقص او الجزء اللي فيه مشكله، واحنا عارفين ان الميكانيكال لودنج مهم جدا، فلما اعمل له كريستاليزيشن في وجود الميه يبدا يعمل لي some sort of reinforcement of dentine او الهربت لاير، او بستخدم الدكتور اشرف قال لنا يونيفرسال ادهيسيف، اظن المره اللي فاتت اكيد الدكتور اشرف افاض فيها، فانا برضو مش عاوز اكرر. اليونيفرسال ادهيسيف هو عباره عن نوع من الادهيسيف بيعمل مع الميكروميكانيكال كيميكال بوندنج وبيعمل some sort of strengthening of remaining dentine اللي موجود. تمام. احيانا استخدام البايو اكتيف ريستوراتيف ماتيريال زي الجلاس اينومر لما يحطوا فيه ماده اسمها سي بي بي اس بي، ودي مايه بايو اكتيف بيطلعوها من اللبن او مستخرجات اللبن، بتديني سام سورت اوف ريمينرالايزيشن زي ما حضراتكم شايفين كلها بقت ريمينرالايز، وده حاجه بيسموها برضو براند نيم في شركه جي سي اسمه فوجي اي بي، وده بيستخدموه اكتر في الاطفال وفعلا جايب نتائج كويسه جدا. استخدام البايو دنتين زي ما حضراتكم شايفين على فكره دي من بابليكيشن. تمام. استخدام بايودنتين او استخدام الحاجات الجديده زي الاكتيفا او غيره بيعمل لي كريستاليزيشن زي ما حضراتكم شايفين، وانا ام فيري براود ان دي منشوره في الايجيبشن دنتال جورنال. تمام. لازم برضو يعني احنا انترناشونال بابليكيشن ده الاساس، وبرضو معلش هاي كواليتي ريسيرش، ودي انا بقولها لزمايلي هاي كواليتي لو سمحتم هاي كواليتي ريسيرش يتنشر في اور لوكال جورنال مش مجرد بس كده، بحيث ان احنا نعلي الاثنين. بس معلش ما ينفعش ان انا ريبليست ده. تمام. ده جزء من الريسيرش بتاعك وليكن برسنتج تو انكريز اند امبروف اور بابليكيشن لوكال بابليكيشن، بس اور مين تارجت دايما بيعمل لنا رانكينج، وانا بهني جامعه المنصوره ان وصلت ل 94 في التايمز رانك، وده طبعا حاجه جميله جدا 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 وصلت، لان في ناس ما شاء الله ببلش واي ثانك اول تو هو كونتريبيوت تو ذس. تمام. وي موف فورورد، اتمنى ان احنا نبقى اعلى اعلى، ما يبقاش بس في اللي هو التايمز رانكينج للدول الناميه، لا ده انا يهمني ان يبقى في التايم رانكينج عموما والكيو اس رانك نعلى جامد، ودي الحاجه كلنا لازم نبقى اوير. معلش دي مسج لازم اقولها، اكيد في ريسيرش بيسمعوني
لو سمحت ما يبقاش كل المين تارجت بتاعك ده جزء من بابليكيشن وليكن جزء حضرتك محدد البرسنتج لكن المين تارجت بتاعك انترناشونال ليفل هاي امباكت وبرده ما تنساش انك تعلي كل جزء معاك. اخر جزء انا هاجي عليه اللي هو ريسبكت يور ميكانيكال لودنج وده بيوريك اللود اللي بيقع عليك لو انت عامل ام او دي شايفين كل الفورسز اللي نازله دي لو انت مش ريسبكت ديورينج يور ديسيجن هيبقى في مشكله كبيره جدا حضراتكم خد بالك الاوكلوزال اورينتيشن لو انا عندي لور بري مولر زي ما انتم شايفين بيبقى داخل مش بيربندكولار على اللونج اكسس الفورس هيختلف لو انا عامل في ابر فطبعا لازم كل ده in my decision الثيكنس في الريمينينج اللي زي ما انتم شايفين الكاسبس اللي موجود ده بيختلف عن ده الاوفر تيبرنج او الاوفر الاوفر اندر كات بريبير اوفر اندر كات بيعمل ويكنينج للغرزه حضرتك شايف الفرق ما بينهم كلهم ريسبكت اول ذا ميكانيكال لودنج ريسبكت اولسو يور اوبوزنج تمام وات ايفر ايه هو الاوبوزنج لازم تاخد بالك كل ده كل ده في الديسيجن بتاعتك علشان ده بيحدد لك الثيكنس بتاعك واللودز والفورسز اللي نازله عليه زي ما اي واحد بيبني عماره لازم ياخد باله ان الارض اللي بيبني عليها تكون ثابته الفورسز اللي نازله عليها هتبقى عامله ازاي اتجاه الهواء عامل ازاي كل الحاجات دي انت بتاخد نوع من الانجينيرنج تمام. اخر جزء consider your preservation of the remaining two structure even during access cavity for root canal treatment. طب ازاي دكتور محمد دكتور محمد ايوه دكتور مع حضرتك ممكن نعمل برين ستور انا بقالي 2 سلايد بالظبط تمام ممكن برين ستورمينج ازاي هنعمل كونسرفيشن ديورينج ماي اكسس كافيتي ممكن بس نستقبل كده كام كومنت من ولا الاودينس ناموا بسأل اسئله ما اعرفش عارف بقى هو بس على ما حد يكتب كومنت ويوصل فممكن ياخد بس ثواني طيب هل انا ايه الكونسيدريشن اللي اقدر اعملها وانا بعمل اكسس كافيتي تمام وده يعني يعتبر لو احنا بنقول ده واحد من الديستركتيف ميثودز بس ديستركتيف مش انا بقى انا مش قصدي ان انا ديستركت لكن انا عاوز اوصل للبالب تشيمبر بطريقه معينه فايه بي سي تي جايد كويس بس في الاكسس كافيتي هيبقى صعب شويه يا دكتور محمد ولا انت ايه رايك احنا نستشير الدكتور وائل في الموضوع ده نجيب الدكتور وائل هي بس هي ممكن بس هيبقى انت عارفين الدوز هيبقى انا برضو مش حابب افتي في حاجه ما اعرفهاش بس اظن الدوز هيبقى صعب شويه احيانا بيبقى طبعا السن اصلا بدل ديستراكتد فيعني ممكن هيبقى فيها كلام ممكن ايه كمان في حاجات كتيرة جدا في المينيمال انفيسيف اكسس كافيتيز يعني بيفتحهم على قد التريف اكسس والحاجات دي بيفتح جاست على الاورفيسز ناس مع وناس ضد انا مش بتاع اندو تمام انا معايا سبيشاليتي اندو بس انا مش هخش نفسي في الموضوع ده تمام ففي ناس بيقولوا دي بتاثر على الكليننج اند شيبنج والاريجيشن انا ما مش دي مش نقطتي خالص انا بتكلم على وانا بشتغل اندو ازاي ابقى كونسرفت تمام يعني خلاص انا هاف نوليدج اباوت ذا مورفولوجي اوف ذا بالب بيفور ستارتنج يور اكسس كافيتي هو طبعا دي لازم وما يعني اكيد طبعا لازم كلنا نبقى عارفين ماشي في اي ليفل تمام ما ينفعش اتفقنا ما ينفعش افتح اكسس كافيتي غير لما اكون عارف الاناتومي كويس جدا 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 تمام ولازم اعمله قبل ما اعمله على بيشنت اعمله على اكستراكت وده تريننج اظن كلنا عارفين ايه كمان يا دكتور احمد بهجت بيقول جو وذ بالب ماب ممتاز ممتاز طبعا جو وذ بالب ماب عشان اقدر اعمل كونسرفيشن للوول دكتور احمد هو دكتور احمد قصده ان انا ما اعملش اوفر وايدنينج عشان وانا احقق كل الدايفرج عشان اقدر اوصل بالكلين شيبنج بطريقه معينه تمام الجايدنج باس والكلام زي كده او الجلايد باس ماشي ماشي ده كويس جدا بس برضو لازم اخد بالي دكتور اسماء بتقول اوريفيس دايركتد اكسس ما احنا ده قلناه بس في ناس مع او ضد انا قلنا دي مش نقطتي برضو طيب كفايه كده ولا في كمان في حاجه بريزيرف بريسيرفايكال دينتين ده مهم
ده مهم جدا. وبرده اللي هو اللي بيعملهم الاكسسيف تيبرنس والكلام زي كده، ده احيانا بيأثر بيعمل ستريبنج برفوريشن او غيره، وممكن يهزم ليد تو فراكشر. طب ممكن في كمان، لا حضرتك اتفضل بقى. اهم حاجه بري اندو ريستوريشن، تمام، ودي مهمه جدا جدا جدا، لان انا ممكن اعمل الاندو والعيان جاست ان هو ضغط عليها كسر لي كل اللي عملته بقى عند ريمينينج روت، تمام. فياريت قبل ما اعمل سترينسنج للجزء الضعيف قبل ما اعمل الاكسس كافيتي، او انا بعمل بحط قطنه في الاكسس كافيتي او بحط جاتا بيرش عشان اتاكد ان هي بيتن، واكمل الجزء ده عشان البري اندو ريستوريشن. من الحاجات اللي في جامعات كتيره بره ما حدش بيفتح اكسس كافيتي الا لما يعمل بري اندو ريستوريشن ابروفد من الاوبريتيف الاول، وبعد كده او جايدد او سوبرفايز باي اوبريتيف دنتستري ديبارتمنت، then they go to endodontic to complete. على فكره ده بيسهل لك جدا، لان ممكن بعد ما كنت تتعب انت كل التعب ده والعيان يعضلك عليها يكسر لك حاجه ضيع لك كل الريفرنس بوينت اللي انت شغال عليها، وبترجع اكنك بتعيد من الاول، تمام. فالبري اند ريستوريشن زي ما حضراتكم شايفين، ابدا سترينث الاول الريميننج تو ستراكشر اللي موجود، وده مهم جدا. الصور الاخرانيه دي مش بتاعتي، تمام، انا واخدها من على الانترنت. زي ما انتم شايفين هو بنى وحط حاجه عشان تمنع ان الريستوراتيف ماتيريال تدخل جوه الاكسس كافيتي، وبناها، وبعد كده بيبدا يشتغل. المسج بتاعي لو سمحت بي اوبن مايندد لكل النيو ايديز. انا متفق معاكم ان نصكم مش اكسبت الكلام اللي انا بقوله، او مش اكسبت، مش كونفينسد 100%، وده انا قلت له من ايفيدنس، تمام. Not all the stained areas اللي موجودة إذا care is infected بالضرورة إنها أشيلها، مش لازم أخلي الكافيتي أبيض. ده كان الكونسبت بتاعي زمان، أنا غيرته من البراكتسنج، تمام. Preserve your patient precious tooth structure أو substrate، تمام. دايما أنا بحب السلايد دي في أي محاضرة من محاضراتي، أنا بشكر أساتذتي في كل حتة أنا شفته، تمام. وسامحوه، ويعني لو هطول عليكم أنا هذكرهم اسم اسم، تمام. استاذ دكتور حنان حجازي، استاذ دكتور عبير الامبابي، استاذ دكتور ناديه زغلول، بروفيسور تيل سيوف هوم يونيفرسيتي اوف هونج كونج، بروفيسور مايكل بيرو فروم ذا يونيفرسيتي اوف ملبورن اند كارنتلي ان هونج كونج، بروفيسور نايجل كينج، وده من دلوقتي هو طبعا هونج كونج يونيفرسيتي اوف استراليا اوريجينال فروم يو كي، استاذ عزيز رحمه الله عليه من جامعه اسكندريه، استاذ دكتور ابراهيم الجيار، وطبعا استاذي العزيز جدا جدا عليا استاذ دكتور صلاح الدنف، تمام. فدايما انا احب يعني اشكر كل حد علمني كلمه واحده، انا بشكره جدا جدا جدا، ومفيش حد بيطلع زي ما بيقولوا بينبط كده مره واحده. فكل الناس دول I will thank all of them، وبشكركم جدا جدا ان استحملتوني ساعتين الا ربع او اولموست ساعتين الا ربع، وانا يعني بعتذر لو انا طولت. الكيو ار كود ده فيها لو حضرتك عملت لها سكان، وطبعا دكتور محمد ممكن يبقى حط سكرين منها بعد كده، ده هيليد تو ماي بيرسونال ويب سايت اللي فيه كل الكوميونيكيشن ميثودز، واي حاجه عاوز حضرتك تتواصل معايا اهلا وسهلا بحضرتك. بشكركم شكرا جزيلا، وسامحني يا دكتور محمد، وسامحني يا دكتور حسام الناس لكم، وسامحوني كلكم، وانا هرجع يعني اقفل بقى السلايد شير. دكتور محمد اتفضل. وهرجع اشوف حضراتكم، وانا يعني احنا معاك يا دكتور حمدي، يعني لسه ما تقلقش، في ناس عايزه في اسئله. يعني هنكملهم ساعتين بقى يا دكتور حمدي، معلش. انا معاكم، انتوا اللي هتزهقوا مني زمانهم. لا 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 لا، في اسئله، في سؤال شخصي لي انا قبل عايزينك يا دكتور محمد، في سؤال شخصي. ايوه انا احب السؤال اللي جاي من البانل ده، بيبقى ايه سؤال ايه صعب وتقيل. لا والله، اولا انا بشكرك طبعا على شكرك للدكتور عبير الامبابي اللي كان استاذتي، وانا ما اعرفش هي فين دلوقتي، اذا كانت بتسمعنا هي في السعوديه حاليا يعني، فده استاذتي فعلا. طبعا ربنا يديها الصحه ويطول في عمرها يا رب. سؤال شخصي ليا عن البالب كامينج ماتيريالز، لو حضرتك تدي هنت بسيط كده يعني على لان احنا خدنا ايام الكليه، ايام كنت انا بدرس زمان يعني، الدايكال قعدوا يدرسوه لنا، وتقعد 45 يوم وتشيله وترجع مش عارف تحط، وطلع كل الكلام ده طبعا كله ملوش اي اساس. طيب من الصح،
دكتور محمد، دكتور حسام. المواد الجديده بقى السيراكال والام تي اي بيست ماتيريالز والحاجات دي، بس يعني انهنت يعني انهنت بسيط كده عندي. تمام تمام. دكتور حسام، يعني انا هقول لحضرتك برضو اللي احنا بنوصل له. هو كان زمان ده بيقول عليه جولد ستاندر، يعني عشان برضو مشكله الكالسيوم هيدروكسيد عموما، او بعيدا بقى الدايكال او غيره، او تراكال على فكره من نفس الجروبنج يعني. تمام، احنا بنتكلم على كالسيوم هيدروكسيد ومشكلته الاساسيه الانفيريور ميكانيكال لود اللي عليه، يعني هو البروبرز بتاعته انفيريور. تمام، يعني زمان لو حضرتك فاكر كانوا احيانا يقول لك حطه فوق امالجم، طبعا ده يحصل له كراشنج او هيحصل له ديسوليوشن بالووتر اللي موجود من الدنتال تيبيوس. تمام، لو هضطر استخدمه تمام يبقى فوقه بيز ماتيريال تحميل، ويل سيلد بيز ماتيريال وليكن جلاس انمي. تمام، لو انا هستخدمه ثيراكال هو يعتبر نوع موديفايد منه، بس في مونومر. تمام، او في نوع ريزنس ماتيريال. تمام، ريزنس ماتيريال احيانا في ناس برضو زي ما احنا بنقول، انا مش بتكلم على ماركتنج خالص، انا بتكلم دايما كراجل بتاع علم. تمام، في ناس بيقولوا ان ده بيبقى المونومر لو نسبه قليله الريزيدوال مونومر ممكن ياثر في الديفيري ديب كافيتس. تمام، فبرضو في ناس بيقولوا كده، لكن احنا بنتكلم بقى مينلي على البايو اكتيف او بلاش اللي هم بيسموها الايون ريليزنج ماتيريال، اللي هو تراي كالسيوم سيليكيت بغض النظر عن اسماء بايودنتين او منها الحاجات بتاعه الام تي اي والحاجات زي كده. الفكره بتاعه الماتيريالز دي ان هي عندها هاي رياكتيفيتي مع الميه. تمام، يعني الميه اللي موجوده قدامي دي بتقدر بعد شويه تتحول الحاجات دي لكريستال فورم. تمام، كريستال فورم بتقدر تعمل لي سام سورت اوف بايو اكتيفيتي سترينسنج للجزء اللي تحته، عشان كده احنا بنقول عليها بايو اكتيف. على فكره الجلاس اينومر بيقدر يدي الحاجه زي كده، انا بتكلم مينلي على الكونفنشنال جلاس اينومر. تمام، فالكونفنشنال جلاس اينومر في سام سورت اوف بايو اكتيفيتي اللي هو التفاعل مع الميه. تمام، علشان ما نبقاش طبعا الماتيريالز دي الجميل فيها ان هي بتديني سترينث كمان، يعني مش انفيرير سترينث زي الكالسيوم هيدروكسيد. تمام، برضه دكتور حسام الانترست طبعا احنا لينا كتير جدا، يعني الجروب بتاعنا ليه بابليكيشن اتعملت على البالب كامينج ماتيريال، بس سامحوني بقى وانا هقف نقطه وانا شفتها، وزي ما قلت لك احيانا ما كنا بنتكلم في الاول انا عندي كونسرفيشن على حاجات معينه. مفيش حد نجلكت ان البالب كابينج ينفع او ما ينفعش، البالب كابينج ينفع. تمام، معلش دي فاندمنتالز اند بيز، البالب كابينج جزء من اللي انا شرحته النهارده. تمام، اللي هو البارشال كيرز ريموفال كونسبت، وانا اثبتت بالايفيدنس موجوده. تمام، كجزء من النوع ممكن يحصل لها فيلير، ممكن يحصل لها فيلير، بس يحصل فيلير ليه؟ ان ابروبريت دايجنوزس. تمام، يعني الحاله اصلا ما كانتش انديكيتد. تمام، يعني العيان انتوا عارفين يعني حضرتك الريفرسبل بالبايتس والايرريفرسبل بالبايتس. تمام، هل البالب في الاثنين حصل له نيكروزس؟ لا خالص، يعني البالب هنا زي البالب هنا. تمام، الاثنين ستيل فايتال. تمام، والفايتاليتي احنا عارفين بنقيسها على البلاد سبلاي. تمام، مشكله واحد فيهم ان الهيلينج كاباسيتي او الريجينريشن باور بتاعه بالب يقدر تو ريفرس، واحد تاني couldn't be reverse وبيبدا يحصل اللي هو السيكولا بتاعه النيكروزس اللي فيه، بيبدا فوكال نيكروز وبعد كده يحصل له كومبليت نيكروز. فالنقطه الاساسيه يا دكتور حسام هي زيها نفس الديبيت اللي احنا كنا بنتكلم عليه، امالجم اور نوت. تمام، هنفضل نفس الديبيت. ده ابروفد، في ناس بيشتغلوا، الناس مش بيحبهم يعني ناس اكاديميشن قوي 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 وعاملين حاجات كتيره جدا، ده بالعكس ده بيعملوا بالب اكسبوجر في انيمال ستاديز ويبدا يشوف الافكت بتاع ده دايركت بالب اكسبوجر. تمام، ويبدا يشوف الهيلينج كاباسيتي ويبدا يشوفه، بيبدا يشوفه البني ادم مش كومبليكيتد شويه. تمام، هقول لكم ليه كومبليكيتد. اولا الاورال كافيتي انا ما اقدرش احكمه، الدايت ما اقدرش احكمه، العيان اورال هايجين ما بقدرش احكمه. تمام، فحكايه دكتور حسام برضو وده رايي، خدوه تيك ات اور ليف ات، يعني ممكن اسمعه من هنا واطلعه من الناحيه الثانيه. تمام، الجنرال جادجمنت تمام على موضوع واحد بطريقه مور سوبرفيشال او بطريقه مبسطه جدا جدا بتبدا تدخلنا في دايليما تاني وكونتروفيرس كبيره جدا جدا جدا. تمام،
لو انا وقفت في مؤتمر او انا وقفت حتى ككلينيشن في مكان ما وقلت I denied that، تمام، الناس كتير هتضحك علي، تمام، ونبدأ ندخل في دايلمة. على فكرة الكلام ده مش في المنطقة العربية، تمام، انا بتكلم على جروب بينشر كتير جدا، حضراتكم عارفين ستايل ايطاليان وغيره وكلام زي كده، تمام، جوه ايطاليا، تمام، اساتذة كتير جدا، لان في حاجات بتبقى it's my clinical expertise okay and my patient play a great role and the hand of the operator play a great role. ما ينفعش ان انا يعني اعزل كل السكسس او كل الفيلير لعامل واحد، تمام. فدي برضو من الحاجات كمسج، تمام، قد يكون ليها رول مثلا كإنسان بشتغل في الجامعة، ان انا لازم اقول الكلام ده، بلاش اللي هو الحكم الجنرال، تمام. والله ما حد يفهمني ان انا بقول اكس او واي او زد، انا بتكلم اذا جنرال تيرم. دايما اقول ايه، انا ممكن اقول اطلع ريزلتس بتاعتي بتطلع في البحث بتاعي there is no fact، تمام، او ما اقدرش اقول ان no absolute fact، انا اللي انا بقوله النهارده بيتغير بكره، تمام، بدليل دكتور حسين واحنا بنتكلم على الكالسيوم هيدروكسيد. لو حضرتك قريت 10 او 15 سنه البابليكيشن اللي موجوده مكتوبه اذا جولد ستاندرد، تمام، دلوقتي ما عادش الجولد ستاندرد، اتغير لحاجه تانية، تمام. فاحنا بنتكلم برضو يعني الحكم العام بيبقى احيانا بيبقى فيه مشاكل. اي هوب ان ده كلير يا دكتور حسام، وجاوب السؤال، تمام. تسلم دكتور حمدي، تسلم، تمام. نرجع معلش لحته الكراك، يعني اتسال عليها كام سؤال بعد ما حضرتك جاوبت. الدكتور كريم اللي كان سال السؤال بيقول هو كان بيسال على الكراك اوف مارجنال ريدج، ودكتوره مروه بتقول ان حضرتك اتكلمت عن موضوع الالاستيك بتاع الاورثو اللي احنا بنحطه في عند الكونتاكت اريا ونحرك شويه، بتقول يعني بيفضل قد ايه وهل بنسيبه على طول؟ يعني اتفضل. بالنسبه للدكتوره مروه اللي في الاخر، احنا بس الالاستيك باند اللي انا بحطها لمده 3 او 4 ايام، تمام، وبتبدا تعمل لي سام سورت، وده طبعا زمايلنا بتوع الاورثو اكتر بكتير جدا اوير اكتر مني بالموضوع. اسمها سيبريشن، سلو سيبريشن، مظبوط. بس دي يعني بتبقى سلو سيبريتورز، بتوسع شويه بحيث ان انا اقدر احط الباند من غير فورس، لان الفورس بتبقى صعبه جدا لو عندي تايت كونتاكت بالذات، تمام. فبتعمل سلو سيبريشن زي اللي بيحط الاورثودونتيك باند وبيحطها وبنلزقها بجلاس اينومر او بيستخدموا حاجات تانية، بس يفضل الجلاس اينومر. ودي في الدياجنوزس بتاع الكراك تو سيندروم، وبتريح العين، يحصل له ريليف جدا زيه زي ما بيحط كراون عليها. بس يعني دي بتبقى زي نوع من الدياجنوستيك كده، بمشي العيان اسبوع بيها او اكتر من اسبوع واتاكد ان كل البينز بتاعه راح، فده بيبقى كراك. بالنسبه للكراك للمارجنال ريدج، دكتور كريم، يا دكتور كريم، از نوت اكسبتابل اني واي ستريس بيرنج اريا وذ كراك، تمام. يعني معلش سامحني، انا من المدرسه القديمه، انا ممكن اقول لك مينيمال انفيزيف كراك، وعارفين ان المارجنال ريدج ده من الحاجات اللي بيقع عليها فورس، ومش فورس كمان فيرتيكال فورس، ده بتبقى مايله وبيتشد في جنبين، بيتشد لفوق ولتحت، تمام، وبيتشد كمان انتيريور كومبوننت فورس. فطبعا لو انا شايف ان في كراك في المارجنال ريدج، ضم جوه الكافيتي بتاع حضرتك، وممكن نفتح في الحاله دي كلاس 2. ده رايي يعني بيزد على البرنسبلز، انا ما اقدرش اعمل فايوليت للرولز اللي احنا اتعلمنا عليها، تمام. احنا ممكن نعمل لها امبروفمنت انهانسمنت حاجه زي كده، لكن معلش الجنرال اوتلاين او الاوتلاين فورم بتاع الكافيتي، انا لو جات لي بيشنت انا على طول هعمل بالطريقه دي، وهقول للريكومند ماي ستودنتس تو دو ذات. واضح يا دكتور كريم؟ اظن اي هوب ان الاجابه تكون واضحه، تمام. في دكتوره ندى بتسال، بتقول ان بوكس بريباريشن فور كومبوزيت دو وي نيد تو اكستند ان سيلف كلينسينج اريا، تمام. بص يا دكتور، يعني الموضوع ده احنا الرول بتاعتنا الاولانيه ان انا ما اسيبش ويك ان سبورتد انام، تمام. فحضرتك عشان تعمل لي ان اشيل كل الويك ان سبورتد انامل، فبعمل سلايد سلايد بس ان انا بشيل كل الان سبورتد انامل، فكده او كده هتعمليها، بس هتعمليها جاست ذا تيب اوف ذا بروب ممكن تعدي. بالنسبه للجزء الاساسي بالنسبه لي الجزء الجينجيفال فلور،
احنا كلنا ستيل عندنا نفس الكونسبت. لو سمحت free the contact. free the contact يعني just ان انا وانا ببص على الكافيتي من فوق لو هعمل class 2 في البوكس only preparation هشوف خط اسود بس, يا دوبك خط اسود موجود تحت, ده معناه ان هي بس just separated تمام, علشان برضو الفلوسنج لان دايما الحته دي اكتر جزء بيحصل فيها accumulation of the food تمام. فلو هنزل حاجه بسيطه خالص just to free ان انا بحس ان الكافيتي مرسوم ما جيش اعدي البروب كله just the tip of the probe تمام. تمام يا دكتور. دكتور مروه برضو بتسال عن ART ART what is the time range to evaluate success or failure. دكتوره مروه, هو طبعا الدكتوره مروه هنقول ايه دايما الحاجات دي او الكونسرفاتيف ريستوريشن لايبل تو فولو اب اند كونتينوس فولو اب, وبرده معلش سامحيني هاخدك شويه في الاكاديميك, احنا عندنا حاجه دايما في اي تريتمنت بلان اسمها المينتنس فيس تمام. اي حاجه عربيه حتى عربياتنا يقول لك فترات الصيانه تمام, في بعد 1000 5 10 واتيفر يعني تمام. فدايما الحاجات اللي هي very conservative liable to continuous follow up او maintenance phase, فممكن ريكول العيان في اوقات معينه ابص, ولو حتى هنفترض ان حصل فيلير انا بدات بالكونسرفاتيف ميثود ما دخلتش العيان بالريستوراتيف سايكل اللي ممكن تؤدي at the end of the day لا قدر الله نخش في الريستوريشن سايكل وبعد كده فراكشر روت كانال تريتمنت ريموفال نحط روت اندودونتيك سوري امبلانت, يعني مش عايزين ندخل في السيكوال دي. برضه دكتوره مروه ده تقريبا اخر سؤال, بتكلم عن بعض الدكاتره بيحطوا كومبوزيت على اولد امالجام, يعني الامالجام بيبقى موجود وفي كيرس جديد ظهر فيقوموا عاملين كومبوزيت جنب الامالجام, بتقول إيه ترو و about stress distribution on different restoration and some. هو طبعا بص يا دكتوره مروه احنا اتفقنا ان في جايد لاينز وانا قلتها وانا بعمل ريبير لاي ريستوريشن تمام. يعني لو انا عندي امالجم حصل له يعني سمول ديتشنج واللي انا شايفه ان مش هيحصل فيه يعني مش هيبقى فيه مشاكل وحاجه صغيره وبعيده عن الاسترس ومش هياثر, ممكن حضرتك ناخد الديسيجن ده تو بي مور كونسرفاتيف اند جاست فولو اب تمام. لكن في زي ما قلت وده بقى فعلا اللي انا بشوفه احيانا ان يحصل اسمس فراكشر فنشيل الجزء بتاع البروكسيمال بوكس ده من الامالجم واسيب الامالجم موجود في الجزء الاوكلوزل بوكس واجي اكمل بكومبوزيت ريزن تمام. معظم الحالات دي يعني الامالجم بيفتح لان طبعا ما فيش اي نوع من البوندنج او غيره, الامالجم بيفتح ما بينه وما بين الكومبوزيت او الجلاس انمر اللي محطوط. المشكله الاكبر ان هنا انا ما صلحتش العيب, يعني الفورس لسه نازله على نفس المنطقه وكل ده بيحصل في فيلير والفيلير بيبدا يدخل العيان لمور ديستراكشن, وممكن بقى الاقي بعد شويه ان التوث بدات بقى نون فايتال وابدا اخش روت كانال تريتمنت. طب وليه؟ يعني انا شايف ان احنا نطبق البرنسبلز من الاول سواء اخذت الديسيجن بتاعي تو ريستور تو ريبير خلاص انا ماشي على جايد لاينز معينه, حطيت الجايد لاينز مشيت على الجايد لاينز اوكي, ما مشيتش على الجايد لاينز يبقى انا هاخد ديسيجن تاني. لا اعتقد دكتور حمدي انك بتسال لو انا عندي مثلا ريستوريشن مثلا امالجم وما حصلوش فراكشر ولا حاجه, هو ساوند زي ما هو وحاطط كيرس في مكان تاني في التوس وانا مش عايز بقى ان انا اشيل كل الامالجم القديم ده. لو بعيد عن الكافيتي يا دكتور حسام, لو بعيد عن الكافيتي الاوريجينال وده بنعتبره كنيو كافيتي تمام. هو بقى المشكله يا دكتور حسام في النقطه دي ان انا بعتبر لسه تاني كلاس 1 ولا كلاس 2, لا ده انا هنا بعتبر النيو كافيتي بعمل موديفايد ديزاين على قد الكيرز وبعمل له ريستوريشن, ده سيبريت كافيتي خالص تمام. لكن هي بقى على حسب الدكتوره قصدها ايه تمام. وبرضه على الستريس ديستريبيوشن على اثنين ريستوريشن على اثنين تايبس من الريستوريشن. لو عندي انف الستريس ديستريبيوشن على تو تايبس كويس, انا لو عندي انف زي ما احنا قلنا ان في مثلا جزء من التوز كبي سبورت او سفيشنت ما بين الجزء بتاع الامالجم القديم والجزء اللي انا عملته ريستور او ريبير في الجزء الثاني اوكي, لو انا هعمل ويكنينج للجزء ده يبقى انا محتاج بقى اشيل كله واعمله كنيو ريستوراتيف. ماشي تمام.
تمام، هو كده الأسئلة خلاص يعني. بصراحة أنا استمتعت جدا بالمحاضرة دي يعني، سهرة ممتعة دكتور حمدي والله. ساعتين يعني عدوا هوا والله. والله انا عايز يعني اقول لك انا مشفق عليك يا دكتور محمد، يعني انت متدبس التدبيسه دي كل يوم خميس. لا لا انا مستمتع جدا. انا عايز حضرتك تقرا الفيدباك بتاع الكومنتس الموجودة على البوست ان شاء الله بعد ما تروح، بعد ما تخلص اه دلوقتي. يعني في كلام. طيب خلاص، المهم ان انا ايه، المهم الفيدباك ان انا ما زهقتهمش، وفي حد يعني حاضر يعني تمام، يعني لان احنا مستمتع الساعه و... 11 يعني. انا كلهم مش مستمتعين وبيشكروا حضرتك جدا والله. انا بشكرهم وبشكر حضراتكم، ويعني بشكر يعني بامانه وبامانه شديده، بشكر نقابه اطباء الاسنان بالدقهليه ومعالي النقيب، كل الـ طبعا مجلس الاداره كله، صديقي العزيز دكتور حسام، دكتور محمد القله. يعني انا مش هقول لكم، جهد رائع في ظروف صعبه جدا، بنقدر نوصل معلومه اكسبرتيز كتير جدا يعني. قبلي عرفت الدكتور صلاح حجازي، الدكتور عبير، الدكتور اشرف، واي ثينك ان انتوا اكستند بياند عن ده. سامحوني لو انا مزت حد يعني، تمام، سامحوني لو انا مزت حد، لكن جهد مشكور سامع جدا. دكتور محمد للايح دكتور محمد ما هيزعل مني كده، انت كده انك اول دكتور محمد، وطبعا كل الكرو اللي موجود من الزملاء الاعزاء في الكليه وخارج الكليه، وحتى كمان الاكس يعني الاكسبرتس من الكلينيكال فيلد دي، مجهود يعني مشكور، وعلم زي ما بيقولوا انتفع به، تمام. وربنا يجازيكم كل خير على اللي انتم بتعملوه ده، وبجد انا سعيد جدا 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 ان انا معاكم النهارده. انا يعني الدكتور حسام، يعني انا قليل جدا في المحاضرات لاهداف معينه. بص انا لان انا عندي مبدا معين مخليني يعني دايما انا بقول العلم is should be conducted in a free way. ده وجهه نظري ودي وجهه نظر الخايبين، انت فاهم، بس انا دايما whatever is free، تمام، صدقني بيبقى معمول، ما تزعلوش مني يعني، بيبقى معمول بحب، معمول بإتقان، كل الناس كونتريبيوت. حضرتك مضيع وقت اجازتك ومضيع وقت يعني، ده كونتريبيوت تايم لبيتك وغيرك، كل يوم فتره معينه، كل الكرو اللي شغال ده، اللي قاعد بيحضر، اللي عمل البانر، مش عارف ايه، از فولنتري كونتريبيوشن. ده رايي، ما تزعلوش مني، انا مش هغيره، تمام، ولا عمري هغيره، وربنا يوفقكم. وبشكركم شكر جزيل، وبشكر كل اللي قاعد معايا لاخر ثانيه، وسامحوني لو انا طولت عليكم. ربنا يخليك يا دكتور حمدي، الف الف شكر، ودايما ان شاء الله لقاءاتنا تتكرر باذن الله ان شاء الله، ولما وباء كورونا يروح ان شاء الله نعمل ايام علميه باذن الله ولقاءات ان شاء الله علميه كتير. باذن الله، وتشرفونا في الكليه دكتور حسام، واحنا زي ما احنا بنقول احنا بقينا يعني، انت عارف يعني، كان في فترات بيبقوا في سيبريشن، دلوقتي ما عادش في سيبريشن خالص، وانت شايف يعني ما شاء الله اداره الكليه ومع حضراتكم والدكتور عصام، يعني انت عارفين يعني احنا ما عادش في، انت عارف الحاجز اللي كان بيبقى احيانا بيبقى موجود، ما فيش. والدكتور اشرف عزب، يعني انت عارفين احنا كلنا وان تيم، وانت عارفين اهليه دايما يعني بكلنا، كلنا زملاء واصحاب واخوات، ويعني انا شايف ما عندناش اي مشاكل خالص يعني، صح ولا انا غلطان؟ صح مليون المية طبعا، صح مليون المية طبعا، إن شاء شكرا الله جزيلا، بإذن الله، بإذن الله. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.